بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله مساءكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج الثقافة عن قرب، يوميات في زمن الكورونا، والذي تبثه جمعية واحة الفكر والأدب بالتعاون مع وزارة الثقافة، مديرية ثقافة العقبة. نجدد الترحاب بكم في كل أسبوع، وسيكون ضيوف هذا المساء هم الشاعر المصري الشعبي، يعني الشعر الشعبي المصري، الشاعر محمد عبد القوي حسن. وراح أكيد نسمع من الشاعر محمد عبد القوي أشعار جميلة من جمهورية مصر العربية. أيضا ضيفنا الثاني سيكون الإعلامي في إذاعة فلاش راديو تونس، الإعلامي الأستاذ يوسف مراد، أحد إعلاميين تونس اللي نعتز ونفتخر بهم من خلال مواكبتهم لرحلة جائحة كورونا. وأيضا الضيف الثالث من المملكة المغربية الشقيقة، وهو الشاعر اللي يسموه في المغرب سلطان الماء، الشاعر حفيظ المتوني. في هذا المساء يرافقنا على البث كل من مديرية ثقافة العقبة وزارة الثقافة من خلال موقع موهبتي في بيتي، والذي أطلقته وزارة الثقافة من خلال مبادرة التواصل مع شرائح المجتمع ومع أبناء الوطن، وليكون رديفا لرفد الثقافة في جائحة كورونا من خلال صفحة الأستاذ طارق البدور. وأيضا سيرافقنا على البث الأستاذ عبد المالك أبا تراب أبو الأنوار من المملكة المغربية الشقيقة، والذي يعني هو المنسق العام لبرنامج الثقافة عن قرب بالتشارك في عمل الملصقات والإعلانات المسبقة ونشرها أيضا في موقع مجلة حزام التي تصدر في المملكة المغربية. أيضا معنا على البث الأستاذ، أيضا يعني تبث هذه الحلقة على إذاعة راديو فلاش تونس من خلال ضيفنا هذا المساء اللي رافقنا طيلة فترة البث المباشر على إذاعة فلاش راديو تونس. وأيضا على صفحة الأستاذ محمود المجالي، وصفحة الإعلامي عبد الوهاب الصعوب، وصفحة الشاعرة حسنات جمعة من الجزائر، وصفحة الشاعر أسير الشوق محمد الكفارني أبو يوسف، وصفحة الشاعر أبو خليل أبو صافي. أهلا ومرحبا بكم، ولكي نستفيد من الوقت مباشرة وخلال هذه الجائحة، جائحة كورونا، والتي أخذت منحا آخر ومنحا أخطر من المنحى الأول، نرجو الله السلامة لأبناء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. أسعد الله مساءكم بهيجة بن موسى من الجزائر، وسلمى سلمي الجميعاني، الشاعر سلمى الجميعاني من جمهورية مصر العربية، وأيضا أم حسام نفل من العراق، وفاطمة المحيسن، ومحسن فاطمة محسن، ومن اليمن الشاعر عريف العقل هاشمي كان ضيفنا للحلقات السابقة، والأستاذ طارق البدور مدير ثقافة العقبة، الشاعر غانم أبو ثيري. وأسعد الله مساءكم جميعا، وأستاذنا عطوفة أبو صهيب إنجادات، والنعم هذا المساء أن يكون معنا. أيضا معنا الدكتور حسين نهابة من إسبانيا، وهو المقيم في إسبانيا، عراقي الجنسية، المترجم العالمي، والحاصل على جوائز وحاصد جوائز عالمية كثيرة وكبيرة في الترجمة، وشاعر أيضا ومبدع، يعني أستاذ حسين نهابة. أبو خليل أبو صافي الله يسعد مساك، وأم حسام واللي تابعونا جميعا الله يسعد مساكم من
المملكة الأردنية الهاشمية ومن جميع أقطارنا العربية. وبدنا مباشرة نروح الشاعر حسين الريشاوي من العراق والأستاذ طارق البدور الله يسعد مساكم، بدنا مباشرة نذهب وإياكم إلى ونحط رحالنا في جمهورية مصر العربية من خلال الأستاذ محمد عبد القوي حسن. يعني حقيقة هذا الشاعر، أنا لو أردت أن أتحدث عن محمد عبد القوي حسن يعني سيرة ذاتية طويلة طويلة جدا، يعني راح أختصرها: شاعر وكاتب ومفكر، عضو اتحاد كتاب مصر، مؤسس جمعية مبدعي مصر المشهرة برقم، رئيس مجلس إدارة مجلة مبدعو مصر حاليا، أيضا عمل مراسلا لصحف دار التعاون من المنيا، وعمل بجريدة الأنباء الدولية وشباب الأحرار والراصد العراقية وبعض الصحف والمجلات العربية والمصرية والإقليمية، رئيس تحرير صحيفة كايرو تايمز، وحاصل على المركز الأول في شعر العامية أكثر من مرة. يعني بدنا اللي نستمع إلى الشعر العامية ونلاحظ الفرق بين كل قطر عن آخر من خلال هذه القصائد. هذا المساء حاصل على المركز الأول في الشعر العامية أكثر من مرة، وأكثر من جهة حاصل على ما يزيد عن 200 شهادة تقدير من وزارات الشباب والثقافة والتربية والتعليم والدفاع والإعلام، مؤسس المجلس المصري للشعر العامي، قدم المجلس المصري للشعر العامي العديد من الأمسيات في المحافظات مصاحبة الزملاء أعضاء المجلس ويطول شرحها، مؤسس مؤتمر شعر العامية على مستوى الجمهورية، أقيم من المؤتمر لحد الآن تقريبا 5 دورات، والدورة الأولى كانت بعنوان العامية والواقع، والعامية جلابية مصر، والعاملية طبلية مصر، والعامية ثقافة شعب، والعامية بنية مصر أو بنية مصر. يعني هو متخصص في الشعر العامي، رئيس تحرير مجلة الشعر المصري، رئيس تحرير مجلة ست الدنيا، رئيس نادي الأدب بمركز العدوى، رئيس نادي الأدب المركزي بمحافظة المنيا، عضو أمانة أدباء مصر. القائمة تطول جدا إخواني المتابعين لهذا الشاعر العملاق، وأذيعت قصائده بالإذاعة المصرية، برنامج مع الأدباء الشبان، وبرنامج المقهى الثقافي إذاعة القاهرة وصوت العرب وشمال الصعيد. شارك في المربد الشعري في العراق، أيضا شارك بمهرجان جرش الفني عام 1988، عضو بالعديد من الجمعيات الأدبية والأهلية على مستوى الجمهورية، مرشح سابق لعضوية البرلمان السابق دورتي. إن شاء الله أنك ترشح من جديد وبتنجح أخي محمد، وترجمت قصائده لبعض اللغات الإنجليزية والصينية والإيطالية، وأيضا ترجمت قصيدته مسلم مسيحي في الوطن إخوان لعدة لغات، وأذيعت بالعديد من القنوات التلفزيونية المصرية والعربية. أنا عارف أني أطلت عليكم شاهر ربطوش، تحية إليك أخي العزيز، و نتمنى السلام إلى أبو عبيد الله أحمد ربنا يقوم السلامة، مهند الحطيبات يسعد مساك، وأيضا أم إبراهيم الله يسعد مساكي، كاظم العطشان شاعرنا الدكتور الجميل، وشاعرنا هاني الدهمشي. بدنا نظلوا معانا فواز السلامين، بدنا نظلوا معانا نسمع الآن للأستاذ، يعني أنا اختصرت سيرته، الأستاذ محمد عبد القوي فواز السلامين أبو بهاي يسعد مساك شاعرنا المتألق، ويسعد مساك أيضا أستاذنا والناشط الاجتماعي والإعلامي المميز فواز السلامين أبو بهاء، وأيضا إشارة ترحيب من محمد الطراونة، إبراهيم سعيد أبو رمان، وضيف علواني من جمهورية مصر العربية. ودنا ننتقل مباشرة إلى الأستاذ محمد عبد القوي حسن، ونقول الآن إلى جمهورية مصر العربية نقول مساء الخير. راح نسمع شعر جميل مع الأستاذ محمد عبد القوي. احنا بلغنا أبو عبد الله، عبد الله طبعا إعلامي جميل من الإعلاميين اللي طالعين يعني على الشاشة العربية، سوين محمد عبد القوي حسن. أرجو أنه يا محمد أنك تتابعنا وتنتبه إلى البث، وإذا ما زبط البث عندك حسب ما حكينا أنه راح
نتصل فيك عن طريق صفحة عبد الله ونشوف كيف. طيب احنا في انتظار الاستاذ محمد عبد الله او محمد عبد القوي حسن. طيب طبعا واكب هذا البرنامج جائحة كورونا منذ انطلاقتها للتواصل مع المجتمع العربي وليس فقط المجتمع المحلي الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية. أحببنا أن نقوم بهذا العمل ليكون التواصل العربي تواصلا ثقافيا نركز من خلاله على ثقافتنا العربية، وأيضا من خلال يعني البحث في الجوانب العربية التشاركية اللي يعني يتشارك فيها الوطن العربي أو الشعب أو الشعوب العربية على نطاق واسع من خلال القواسم المشتركة التي تجمع بين الشعوب العربية. أستاذي محمد عبد القوي أرجو أنك تكون معنا أو تكون على الاتصال، يعني في وقت الاتصال احنا فقدناك. طيب الآن الدكتور خليل القطاون الله يسعد مساك، ريم البراري وأبو خليل أبو صافي، حسين الرشاوي، الإعلامي المصري الكبير سليمان عياط، أسعد الله مساك وربنا يقومك دائما بالصحة وبالعافية. إعلامي جميل ورائع جدا ومقدم في اتحادات الهجن المصرية اللي يعني دائما ننضم لها في جمهورية مصر العربية، ومتحدث لبق وحافظ لسيرة الهجن المصري والعربي بشكل جميل جدا، ومقدم بارح حقيقة، وأيضا هو مقدم في إذاعة صوت القاهرة وفي القاهرة وفي قنوات التلفزة في جمهورية مصر العربية. أخوي محمد عبد القوي حسن بدي أعتذر منك وتكون الضيف الثاني إذا أنت كنت معانا، إحنا حاولنا الاتصال فيك لأنك تسمعنا الآن، أرجو أنك يعني تركز معانا في الاتصال. الآن دخل أستاذ محمد. كنا بدنا ننتقل إلى تونس. يعني هيك إحنا بنأخذ الوقت احنا في اتصال مع محمد سلمان موسى، اسعد الله مساك. يعني انا ما انا عارف، يعني احنا على البث المباشر. اخي محمد اذا سامعني، اخي محمد ارجو انك تتواصل معنا او تكون في مكان في بث. للأسف هو يدخل ويخرج من البث. أرجو أخي محمد عبد القوي حسن الشاعر الجميل إذا بتسمعني، أرجو أنك تركز معنا في الاتصال وتذهب إلى الاتصال، يعني أرجو أن يكون فقط اتصالك معنا على البث المباشر. طيب ننتقل مباشرة إلى الجمهورية التونسية، وإن شاء الله أنه البث يساعدنا أيضا. الأستاذ يوسف مراد، أبو ترك العبيدات، السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير أستاذ يوسف مراد. مساء النور، تحياتي. تحياتي واحترامي، كيف الحال وكيف أهلنا في تونس؟ لله الحمد والشكر، يا ربي لك الحمد والشكر.
طبعا احنا كان مخططين انه يكون الاتصال مع الشاعر المصري في الاول لاجل الوقت، فاحتمال انه النت غير مساعد في جمهورية مصر العربية، فانتقلنا مباشرة الى الاعلامي الجميل والناشط في الحقل الاعلامي والعضو بالهيئة المديرة لنادي الصحافة في بنزرت ومؤسس وباعث راديو فلاش تونس ومقره ولاية بنزرت، تحصل مؤخرا على شهادة خبير دولي في الحوكمة المحلية، عضو بالمنظمة الدولية للحوكمة المحلية، معد ومقدم برامج بإذاعة رباط اف ام المنستير ومدير مكتبها بمحافظة بنزرت، رئيس فرع الجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام وفرع الجمعية الثقافية والفنية مبدعون بلا حدود، متعاون إعلامي مع إذاعة اكسجين اف ام. احنا الآن على الهواء مباشرة أستاذ مراد، يوسف مراد الإعلامي من الجمهورية التونسية، فأهلا وسهلا بك، ماذا تقول لمتابعينا؟ في البداية بدي نوصل تحياتي القلبية إلى كل من يتابع فينا بكل الأقطار العربية، نعم، من هنا من مدينة بنزرت أرض الجلاء والتي سنحتفل بذكرى الجلاء يوم 15 أكتوبر. جميل. وهي أقصى نقطة في شمال إفريقيا، منها ومن خلال كامل ربوع تونس الخضراء، وحي كل من يتابع فينا الآن مباشرة. وأنا أقولها دائما، ليست هنا، أنا لا أعترف بالحدود بين الدول العربية، أعتبره دوما حدود وهمية، وتبقى الأواصر والأخوة العربية هي شعارنا والمحبة في قلوبنا المتبادل، ونحس بعضنا ونشعر بآلامنا وبأفراحنا وبمسراتنا، كلنا عائلة عربية واحدة. أستاذنا العزيز يوسف مراد، وأنت الآن يعني رافقت هذا البث المباشر وهذه الحلقات من خلال نقلها المباشر على إذاعة فلاش راديو تونس، وكان هذا حقيقة تعاون جميل جدا أن نستطيع أن يعني أن قمنا بهذا العمل، وهو التشاركية العربية الثقافية، لكي نجمع الأمة العربية والمواطن والشعوب العربية على ثقافة عربية واحدة من خلال رسالة الإعلام التي قدمتموها بشكل جميل خلال هذه الجائحة. أنا بدي قبل ما نتوجه معك إلى الأسئلة بمسي عليك بالخير كل من غانم أبو ثيلي من الأردن والشاعر أحمد أبو يامن السعيديين ومن الأردن، وأيضا الشاعر حسين الريشاوي من العراق، وأيضا الشاعر سحر أحمد من المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا أبو سويلم الحويطي من مصر، وعبد المالك أبا تراب الإعلامي عبد المالك أبا تراب من المملكة المغربية، يقول تحياتي للأستاذ مراد يستحق كل التقدير على تفانيه في خدمة هذا المنبر، وأيضا محمد الكفارني أسير الشوق الشاعر الجميل، وأيضا الكثير من أصدقائنا اللي يتابعون، زهرة جبار، زهرة جبار الهوازية من إيران، وخالد الصرايري أبو هاشم الله يسعد مساكو جميعا، مهند البطوش وأبو ترك العبيدات والشاعر سحر أحمد وسلمان موسى وأبو خليل أبو صافي فواز السلامين ريم البراري والجميع، سلمي الجميعاني من جمهورية مصر العربية والشاعر محمد سميح الكفاوين من الأردن، الله يسعد مساكو جميعا. احنا الآن نستمع مباشرة إلى الإعلامي التونسي يوسف مراد من ولاية بنزرت الجمهورية التونسية. وأخي يوسف، بنتحدث لنا عن تتحدث لنا عن دور الإعلام العربي في رسم سياسة الثقافة ورسالة الثقافة التي تجمع الشعوب العربية، كيف تقيم نظرتك كإعلامي إلى هذا الواقع أولا، وكيف هي هذه الرسالة وماذا تحمل في معانيها الرسالة الإعلامية العربية؟ بدلا خليني مرة أخرى أجدد منها تحياتي القلبية إلى كل وسائل الإعلام العربية الهادفة والتي تسعى إلى لم الصفوف العربية، إلى لم كل الإعلاميين العرب، ومن خلالك أخي شوكة أنا أتمنى أن أرى الاتحاد العربي للإعلام يكون منها يضم كافة الدول العربية في خانة واحدة
وتكون منها اتصالات دائمة وأنشطة متبادلة وخبرات متبادلة ثقافات متبادلة، هذا اللي نرجوه. الإعلام العربي بصراحة أنا أقولها، معناها لنا ينقصنا اللحمة العربية، ينقصنا الاتحاد العربي صاحب بالحق، لأننا نعيش أزمة تفرقة في هذه الأمر بالذات. تعرف الثقافة والصحافة ليس لها انتماءات سياسية ولا حزبية ولا أي شيء منها، همها الوحيد هو أن نكون العرب بصفة عامة من الشرق إلى الغرب إلى كامل أصقاع العالم العربي، الدول العربية زي ما تكون، وإحنا بصف واحد وفي خانة واحدة من أجل إعلام هادف، من أجل إعلام يخدم شعوبنا ويخدم شبابنا، لأن الأجيال العربية في الوقت الحاضر راوها في تراجع، خلينا نقولها في تراجع، وأتحمل مسؤوليتي أخي شوكت فيما أقوله، في تراجع دائم، مش في تونس برك، في عديد الدول العربية شبابنا العربي في حاجة إلى تأهيل شامل، وهذا يبدأ من الناشئة، لأننا أهملنا الناشئة، وإذا أهملنا الناشئة سوف بعد 5 أو 10 سنوات سوف نجد شباب غير قادر على تسيير الأمور، سواء في الإعلام أو في الثقافة أو في السياسة أو في، لذلك هنا واجبنا إعلاميين وكمثقفين بالعمل لتوعية شبابنا وتأهيله، كل من موقعه. إذا وجب على الدول العربية والمسؤولين العرب ومن ملوك ورؤساء ووزراء ثقافة العمل بجدية من أجل اللحمة العربية والاتحاد العربي، سواء في الثقافة أو في الإعلام أو في العمل الاجتماعي. أنا كان كيف رأى معناها الاتحاد الأوروبي كيفاش قاعد يخدم، ونحن خيبة مسعى العرب متفرقين هنا، من إعلامنا العربي متفرق، راهو إعلامنا العربي كل يغني على ليلاه، ماذا بينا احنا من خلال يعني هذه الفرصه اللي تحت. يعني استاذي يوسف مراد، انت ترى ان الاعلام العربي غير موفق في حمل الرساله الاعلاميه التي تحث على الوحده العربيه اولا، وعلى وعي الشباب العربي، وايضا أنا بدي أركز الآن، بدي أسألك سؤال، أنا أخذت يعني إجابتك في نظرتك الإعلامية إلى رسالة الثقافة العربية أو رسالة الإعلام العربي الموجهة إلى الثقافة وإلى الشباب العربي. أنا اللي بدي أسألك فيه الآن دور الإعلام خلال جائحة كورونا، هل أنت راض عن ذلك، خاصة وأن تونس من إحدى الدول العربية اللي يعني استفشى فيها هذا المرض وهذه الجائحة بشكل واسع وفي مناطق متعددة، فهل كان للإعلام دور بارز داخليا أو خارجيا على يعني مكافحة هذا الوباء؟ أستاذ شوكت، ما لا نخفي كما نقولوا احنا بالمثل التونسي، عين الشمس بغربال، خلينا نقولوا احنا ثم تقصير إعلامي، رغم أن ثم بعض وسائل الإعلام الهادفة التي ساعدت إلى إيصال المعلومة وللنصيحة وإلى من كيفية حماية الأشخاص من وخاصة الأطفال الصغار من جائحة كورونا، وإن شاء الله الذي بين قوسين هذا يرفع، لأنه بين قوسين أنا أقولها وأعيد أن أقولها، لأنها ليست منها كارثة ربانية بل هي مفتعلة، وهو أنا بين قوسين قلتها وتحمس فيها، وكأن حرب بيولوجية عالمية ثالثة، حرب بيولوجية عالمية ثالثة، ربي يرفع علينا الحاجة دي. هنا دور الإعلام العربي مقصر دور الإعلام العربي، منقطوع منها بعض وسائل الإعلام العربية وبعض الإعلاميين اللي رأيناهم منها يخدم بقلب ورب بجائحة كورونا، على غرار مش رامي ورود أخنا أستاذنا شوكت من خلال مراسلاتك اليومية منها والحلقات اللي بثيتها منها، وكل موثقة عنا احنا في تونس منها، واللي يحب يرجع ويشوف منها الدكتور والأستاذ والإعلامي شوكت البتوش مش خدم هنا تسمت طبعا اجتهاد، أنا ما خلاف الأردن وبعض القنوات التونسية وبعض القنوات المصرية، ما ثماش قنوات عربية اللي قاعد تخدم 100% باش توجه شبابنا، وكأن بها معناها استهتار كلي، معناها خلال الشهدون نعم، راه مش تشاؤم، هذاك الواقع أنا ننقله،
وقانون نقول انه في حد ذاتنا احنا كشعوب عربيه في حد ذاتنا كاعلاميين مش ناهلوا انفسنا قبل من اهله المستمع او المتلقي. هو الاعلام في حد ذاته عديد الاعلاميين هو في حد ذاته في حاجه الى تاهيل شامل باش يخدم رسالته يؤديها على ما يرام ولا خوف من لوم تلائم. هذا هو لنا تقصير او ثم تقصير اخي شوقي. طيب بصراحه الثاني هذا رايي دكتور سامحني دكتور شوقي اكيد هذا راوي رايي وانا احتفظ به لنفسي منه وانا اقول كلمتي بصراحه تامه منه وهذا ما لاحظته بصراحه. انا اعطيني سامحني دكتور شوقي تنشزك بدوري اسالك سؤال اعطيني بعض القنوات العربيه اللي اعطت منهج كامل او منها مسعى كامل في جائحه كورونا. صحيح ما استحضرش قناه عربيه. يعني هو ربما غلب الطابع المحلي على هذه القنوات في نقل الرسالة الصحية، وكأن جائحة كورونا يعني تم تناولها بطريقة يعني خليني أسميها بين قوسين بطريقة أنانية أو بطريقة يعني أنا والباقي ليذهب هباء. فحقيقة نود أن يكون هناك إعلام عربي واحد أو إعلام عربي يركز على إرسال يعني الإرشادات والتوجيهات والتعلم كل منا من الآخر من خلال معالجة هذه الجائحة وأيضا التغلب على هذه الجائحة. هل تدعو بس بدي قبل ما أسألك سؤال أستاذ يوسف، بدي بس أنوه إلى الأستاذ محمد عبد القوي حسن الشاعر المصري الجميل، راح يكون اتصالنا فيك أستاذي محمد بعد الأستاذ يوسف مراد مباشرة، فأرجو أنك تكون على استعداد بعد ما تنتهي فقرة الأستاذ يوسف. تفضل أستاذ يوسف. عندي سؤال كذلك أو منها ملاحظة دكتور شوقي. أعطيني دولة عربية تعطيك الأحصائيات الصحيحة لمصابيها بكورونا. نعم. هل لديك يعني هل لديك شك في الأرقام أيضا يعني كإعلامي؟ طبعا طبعا طبعا. أولا سمحني شوكة سمحني الإمكانيات. نعم. ما في عين الشمس الغربية كما قلت لك الدول العربية ما عندهاش إمكانيات كاملة باش تعمل تحاليل كبيرة برشا، تحاليل يومية وتباشر يوميا، تحاليل يوميا باش خرجك عدد معقول ونسبة مئوية معقولة. لهنا ثم تعتيم، ثم قلة إمكانيات، ثم عديد الظروف والعوامل اللي جعلت المعلومة حول المصابين بداء كورونا في الوطن العربي وخاصة خلينا نقول حتى في تونس، مش وأقول كلامي وديما راه نقول لك تحمل كلامي هذا كلامي أنا هذا يخصني أنا، حتى في تونس هنا ما ثماش معناها الإحصائيات صحيحة 100%. نعم ما ثماش صح، وهذا اللي قلت الامكانيات حتى في الدول الغربيه يعني يقولوا احنا لا بتعمل 300 تحاليل في اليوم وانت عندك 10 مليون و 12 مليون تونسي بالنسبه لتونس عشان ما فوق 60 مليون في مصر ما في عدد الدول العربيه، لكن اعطيني دوله عربيه قادره تقاوم في جائحه كورونا بالكيفيه المعقوله ما ثماش لا يوجد. نعم طبعا يعني هذه الآراء من إعلامي متميز وله يعني باع طويل في حقل الإعلام وفي الحوكمة الإعلامية الدولية والقضائية من خلال الاطلاع على القضايا الشعوبية العامة وحصوله على عدة مراكز شهادات. يعني احنا نأخذ الرأي، وإذا كان هناك آراء أخرى من خلال المتابعين أرجو أنهم يمدون فيها، بس أنا بدي أمس بالخير على أصدقائنا الأعزاء اللي هم الأستاذ الشاعر الزجال توفيق وماني رئيس الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي، وأبو خليل أبو صافي، وأيضا حسين المشارقة من فلسطين، وأدريس المرابط الدكتور دريس المرابط. بنقول تحية إليك وتحية أيضا للأستاذ يوسف مراد و علي البطوش وأسير الشوق الكفارنة ومحمد عبد القوي حسن. يقول هلا بشيخنا وحبيبنا الشيخ يوسف الهرش راعي الثقافة والمثقفين بالعالم العربي،
كله بدنا اياكم تكونوا معنا استاذ محمد بعد ما نكون جاهزين على الاتصال مباشره، وايضا الجميع وغالية الذهلي والشاعرة سحر أحمد وأم حسام نفل من العراق، وأيضا شرف المعموري يقول تحياتي لك ولضيفك الكريم، وأيضا بقول ما يعني في سؤال يقول أستاذ يوسف ما مدى، سؤال موجه لك من محمد الكفارني أسير الشوق، يقول ما مدى الصدى الذي حصله هذا البرنامج في المغرب العربي من خلال بثه بالإذاعة التونسي؟ هل يعني هو سؤال خاص بالبث، هل كان هذا البث له وقع خاص في عند البنزرتيين في ولاية بنزرت من خلال البث اللي يحمل اسم الصفة العربية؟ ما رأيك في ذلك؟ هو سؤال. نعطيك الإجابة أخويا شوقي، راهو عندنا متابعين. نعم. ومن يوم بعد يوم وحصة بعد حصة يقع شد المجتمع والمتابع للصفحة الرسمية لفلاش راديو تونس أو للصفحة الرسمية ليوسف مراد أو حتى للصفحة الرسمية لشوكة البطوش، يعني برشا عباد أو معناها قاعدين يتابعوا في الحصة هذه وينتظروها، لأن معناها بالحق انتم اخترتم عدد المواضيع في كي نرجع للحصه السابقه، معناها مواضيع متفرقه ومواضيع معناها تعالج ومواضيع نعيشها، مواضيع معناها نعاني منها يوميا في كامل الاقطار العربيه مش حتى في تونس، معناها هذا جميل هو جميل جميل. انا بدي اختصر معك الاجابه لك. نعم انا بدي اختصر معك الاجابه لان في سؤال مهم جدا بدي اطرحه عليك. ما رايك كإعلامي عربي من خلال النظرة إلى يعني نسبة الجريمة أثناء جائحة كورونا، هل انخفضت نسبة الجريمة أم ارتفعت؟ ما هو الرأي الإعلامي في ذلك، وما هو رأيك الشخصي كإعلامي في الجمهورية التونسية؟ أنا سأكلمك حسب معناها الواقع اللي عايشينه في تونس، معناها ازدياد مفرط بالجريمة. نعم. السطو معناها بالبركاج، ما يعبر عنه بالبركاج، السرقة، الاختطاف، القتل، هذم كل المخدرات، معناها خلينا نقولوا معناها كذلك السرقات الموصوفة اللي كثرت جائحة كورونا وحتى التو، لكن معناها هنا وهنا هنا في بنزرت مثلا كما اليوم وقع الاعتداء فجرا على النائب احمد موحى قبل صلاه الفجر رحمه الله رحمه الله حتى. وارجو انه يعني على قيد حياته وعلى قيد حياته يعني. الحمد لله تعرض الى عديد الاصابات، معناها اخرها معناها الجريمه اللي القتل وقعت في زغوان، معناها ثم جرائم، لكن هنا يعني 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 استاذي لابد. يعني استاذي يوسف، يعني هل ارتفعت نسبة الجريمة اثناء جائحة كورونا؟ ارتفعت ما نقول ارتفعت. هل هناك سبب لذلك؟ هل هناك سبب لذلك؟ شوف كي تلقى الفراغ يولد الجريمة، الفراغ يولد عدد الاشياء، واذا هيبة الدولة وهيبة القانون تغيب فسيصبح قانون الغاب هو المسيطر. نعم. وهنا لابد من مراجعة الأحكام الزجرية والرضاية وتأهيل شبابنا وتأهيله منذ رياض الأطفال. أنت تو تلقى ممكن تشوف الجرائم المرتكبة في تونس، هنا الأعمار ما بين 19 و 25 30 سنة، هذه أين الإشكال هنا؟ شكون المسؤول هنا؟ تبقى الدولة، لازم الدولة تحمل مسؤوليتها سواء في تونس او في الدول العربيه. نعم. ويزم هيبه القانون، ويزم الدوله تسترجع هيبتها. احنا نتحدث طبعا بشكل عام عن قانون الحوكمه في الدول العربيه بشكل كامل، وننظر نظره عامه الى جائحه كورونا في الدول العربيه ايضا بشكل كامل. بدي اسالك سؤال اخير استاذ يوسف مراد، وانت الاعلامي الذي يرافق المؤتمرات والندوات والمحاضرات والامسيات والفعاليات الثقافيه والمهرجانات التي تحدث في تونس وربما خارج تونس، ما هو رأيك بالأدب العربي والثقافة العربية في
معالجة ومواكبة جائحة كورونا، ويعني هل أثرت الثقافة العربية وهي رديفة للإعلام، هل استطاعت الثقافة العربية يعني بشكل خصوصي مثلا في تونس، وإذا كان هناك قياسا على الدول العربية في رفض ورصد الشارع العربي من حيث جائحة كورونا ومعالجة ومواكبة ذلك؟ نتكلم انا على تونس، ممكن نشوفها مقياس للدول العربيه. وشايف نشاط الانشطه الثقافيه في تونس رغم جائحه كورونا، معناها مش ناخذ مثال في الصيف بعد الحجر الصحي. نعم، الا انها قائمه، يعني ما زالت قائمه ويحدث هناك فعاليات. انا مش حدث كذا، مش نكلمك على مهرجان وزاره الدولي اللي معناها لقى نجاح كبير برشا، مش نحدثك على المهرجان اللي تو باش يتلقى بعد يوم 13 و14 و15 اكتوبر بمدينه زردونه من ولايه بنزرت. نعم. مهرجان الطفل المبدع باش يحتضنوا المركب الشبابي والرياضي الشهيد حمزه الدلالي. الانشطه الثقافيه هنا بالمناسبه نحيي المهرجان هذا باش يواكبوا وزير الثقافه معالي وزير الثقافه وليد الزيدي، كذلك الشكر ممنون الى من هم مسؤولين على الثقافه في ولايه بنزرت، وخص بذكر منهم الاستاذ شكر الكيلي المندوب الجهوي للثقافه. ثم ثقافه نوجه له تحيه الاستاذ شكر الكيلي، وايضا الى سمحني شوكة. نعم سمحني، كذلك المندوبيه الجهويه للتربيه والتعليم في بنزرت، مندوبيه الشباب والرياضه، مندوبيه الثقافه، كلهم تضافرت الجهود لانجاح كل التظاهرات في ولايه بنزرت. مش كلمك على بنزرت خيطة كمقياس معناها لباقي الولايات في الجمهوريه التونسيه، نجاح ثقافي وقاعد ثم ناس قاعد تخدم بالارضيه، رغم ان في ولايه بنزرت ليست لنا ثقافات معناها اماكن ثقافيه مغلقه بعد ما تم غلق قصر المؤتمرات اللي يحمل اسم سعيد بحب بورقيبه. رغم ذلك فان الانشطه الثقافيه قاعده سيره خمسه على خمسه بحول الله، وان شاء الله ان شاء الله باش تكون عندنا متابعه من خلالك دكتور شوكت يوم 13 و14 و15 اكتوبر الطفل المبدع وجائحه كورونا. ان شاء الله باش تكون حاضره معنا عديد ضيوف وعديد. ان شاء الله ان شاء الله. متى التاريخ؟ متى هو التاريخ؟ الثلاثاء 13 والاربعاء 14 والخميس 15 اكتوبر تزامنا مع عيد الجلال. اكتوبر مسابقات الرسم. نتمنى ان تسمح لنا الظروف بمشاركتكم، فتونس تستحق دائما المشاركه. عبد السلام البطوش، عبد السلام بيك البطوش ابو رافت الخال العزيز اسعد الله مساك، علي الطقاطق اسعد الله مساك، ابو صهيب علي البطوش، طه البطوش، عبد الملك ابا تراب، حسين الريشاوي من العراق ومن المغرب، غانم ابو ثيلي، عبد الرحمن الفهمي، عبد الرحمن فهمي من المغرب العربي، وايضا خليل السعودي من المملكه الاردنيه الهاشميه، والجميع وريم البراري وحسين المشارقه، الجميع نقول لكم الله يسعد مساكو. استاذي يوسف مراد، أنت من القامات الإذاعية ومذيع في إذاعة فلاش راديو تونس، وأيضا لك روابط أخرى بإذاعات أخرى، هل يعني تؤيد الربط الإذاعي ليتم هناك ربط إذاعي بين الإذاعات داخل تونس، هل تؤيد الربط الإذاعي بين الإذاعات العربية من حيث لاطلاع كل بلد على ثقافة الآخر وعلى أخبار الآخر وعلى يعني هموم وطموحات وآمال المجتمعات العربية مع بعضها مع بعض من خلال الربط المباشر بين بعض حلقاتها الإذاعية؟ شوف أستاذ شوكت، قبل الثورة 2011 كانت هناك برنامج إذاعي تونسي يضم جميع الدول عديد الدول العربية من إنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية، وكانت من كل الدول العربية منها أسبوعيا لقاء أسبوعي مع جميع الإذاعات العربية، تبادل الثقافات، المسلسلات، الفن، المجلة الاجتماعي، وكانت عبارة منها أسرة واحدة. اضمحلت هذه منها بعد سنوات، اضمحلت. سؤالي نرجو أن نرى هذا
التلاقح، وهذا البث الموحد العربي يكون أسبوعيا أو مرة في الشهر مع عديد من الدول العربية. ده شيء، لأنه قلت لك أنا في بداية استضافتي في هذه الحصة، هو أنا لا نعترف بالحدود كمثقفين وكأعلاميين، لا نعترف بها بل تبقى ديما حدود وهمية. المهم هنا الثقافة، راه من واجبنا احنا كوسائل إعلام، أنا بما أني في إذاعة رباط أفهام المنسير وإذاعة جن أفهام بنزرت وفلاش راد بونس، أنا أسعى دوما في من خلال برامجي إلى العمل الثقافي، وركز على الثقافة والعمل الاجتماعي، لأنك إذا أنت كإعلامي يجب توصل اجتماعيا، توصل صورة المواطن اللي محتاج، إذا مثقف توصله صورته واحتياجاته كمثقف. هذا ماما معناها اللي ركزوا عليها. ما احنا انا مذهبيه استاذ شوكت، مذهبيه يتقى توأمه ما بين عديد الاذاعات، لما لا حتى عن بعد، لما لا ما تكونش توأمه ونحن حتى في جائحه كورونا، لان جائحه كورونا راهي بتكون فرصه لاعاده لم الصف العربي، لاعاده لم الصفوف وضم الصفوف وما احوجنا وما جميل 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 أستاذ يوسف، هذا اللقاء الذي يعني أنرت به سماءنا بهذا المساء، السماء العربي كاملا من المحيط إلى الخليج. وأنا حقيقة أود أن أشكرك على هذه المعلومات القيمة، وتشرفت حقيقة بلقائك، ولي بجوز على اليوتيوب أحد اللقاءات يعني الموثقة مع إذاعة المنستير أتوقع، و من خلالك رباط يعني المنستير. المنستير نعم، رباط فم، فمن المملكة الأردنية الهاشمية ومن جميع الدول العربية ومن المتابعين جميعا، نوجه لك الشكر والتقدير والاحترام على هذا الحضور الجميل وهذه الصراحة العربية التي عهدناها دائما من المثقف التونسي ومن الإعلامي ومن الشاعر، ومن خلال هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات التي جمعت بيننا في كثير من يعني المناسبات. نود أن نشكرك في نهاية هذا اللقاء، وإذا كان لديك كلمة أخيرة تود أن توجهها للمستمعين فأهلا بذلك. قبل كل شيء أريد أن أعيد تحياتي لكل الزملاء الإعلاميين في الأقطار العربية في تونس وفي الأقطار العربية، إلى كل متابعينا من خلال صفحتك الآن، ومن خلال متابعينا على فلاش راديو تونس، ومن خلال المواقع الأخرى، نقول لهم تحية من القلب من هنا من مدينة الجلاء بنزرت، من ربوع تونس الخضراء إلى كافة الربوع العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وأخيرا شوكة البتوش وكل فريق العمل معك. أنا أجدد لكم التهنية، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله على محبة، أكيد وإن شاء الله كما أكيد راح نلتقي، إن شاء الله تنتهي جائحة كورونا وسنلتقي سواء في تونس أو في الأردن الشقيق. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا، و شكرا، مع خالص احترامنا وتقديرنا لهذا الحضور الجميل. وحقيقة يعني لم نستطع أن نأخذ كل ما نريد من فكر الأستاذ الإعلامي الكبير التونسي يوسف مراد، ولكن إن شاء الله في حلقات أخرى راح نتواصل، ابقى معنا. وأيضا نحن سعداء جدا، تحياتنا إلى أهلنا في بنزرت وفي تونس الذين يسمعوننا الآن من خلال هذا البث المباشر على إذاعة فلاش راديو تونس. شكرا جزيلا أستاذ يوسف مراد الإعلامي التونسي البارع، شكرا جزيلا، إلى اللقاء، تحياتي. والآن سيداتي وسادتي ومتابعين هذه الحلقات الثقافية العربية، أستاذ ياسر الديات، دائما أنت المبدع بحضورك الجميل. طبعا نهنئ الأستاذ يوسف مراد بالعضوية الشرفية لجمعية واحة الفكر والأدب، وأيضا نتشرف بكثير من اللي متابعينا اللي أو يعني مشاركينا ومتابعينا أيضا أن يكونوا أعضاء شرفيين في إذاعة في جمعية واحة الفكر والأدب.
وبدنا مباشرة ننتقل. أرجو أنه أخوي محمد عبد القوي حسن، أنا حكيت عن سيرة الأستاذ محمد عبد القوي حسن قبل ذلك، فأرجو الآن أن نتواصل مباشرة مع. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أستاذنا، ازيك؟ سعادة كبير. ازاي سعادتك وازاي حضرتك يا باشا؟ الحمد لله يا سعادنا، ازيك؟ ازاي اخبارك؟ الحمد لله احنا بخير. وانا يعني بدي احكي معك في اللهجة المصرية، احنا عاوزين دلوقتي انك توجه رسالة لكل المتابعين والمشاركين معنا على هذا البث من كافة الدول العربية طبعا. الآن يستمعون إليك. طبعا احب امسي في البدايه على حضرتك واقول لك انا سعيد بيك وسعيد بكل الانشطه الجميله اللي انت بتقدمها، وطبعا متابع نشاطك الرائع على مستوى العالم العربي من امسيات ومن ندوات ومن مؤتمرات. طبعا احب امسي على اخي وصديقي الشيخ يوسف الهرش، وطبعا راجل حبيبي وطبعا بدعمنا في كل شيء ودايما بيحضر عندنا في مصر في المؤتمرات بتاعتنا، هو صديق حبيب احنا بنسميه الاب الروحي، بنسميه الاب الروحي للثقافه في 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 مصر. الشيخ يوسف الهرش دي راجل ممتاز جدا ومحب للثقافه والمثقفين وراعي للثقافه، وبيحضر مؤتمر شارع 100 في المصريه دايما عندنا، وطبعا بمس عليه وبشكره على اهتمامه الكبير وعلى متابعته الجادة للحركة الثقافية والأدبية في العالم العربي. طبعا بمس على صديقي الأستاذ عبد المالك اللي أنا طبعا تشرفت به من خلال جمعية جميلة، وهو برضو يبدو أنه رجل نشيط جدا ومحب للثقافة وشاعر. طبعا أنا أمسي على كل أصدقائي وأيضا صوتك الآن على إذاعة فلاش راديو تونس في ولاية بنزرت، وأيضا يستمعوك تقريبا كافة الدول العربية. بعتذر لأصدقائي في تونس كانوا داعيني في المهرجان بتاعهم الشعر العامية، وطبعا إن شاء الله السنة دي نحضره، كانت في ظروف منعتني، لكن أنا بحييهم على النشاط بتاعهم وعلى كل المؤتمرات اللي بيعملوها وبيدعوا فيها كل الناس من مختلف الدول العربية. بمسي على أصدقائي في المغرب وفي السعودية وفي جميع الدول العربية وفي ليبيا وكل الشعراء اللي متابعيننا. طبعا أنا سعيد بهذا البرنامج لحضرتك، يعني مبادرة طيبة، مبادرة جميلة فيها أفكار حلوة. بمسا على مديري الثقافة في العقبة كل الأصدقاء هناك، مدير المديرية وكل الأصدقاء المشرفين. أستاذنا محمد عبد القوي حسن أحد أقطاب وأعلام الشعر العامي ومؤسس ويعني ومؤلف لهذا الجانب من الأدب والثقافة العربية التي تمتد إلى جذورنا وتراثنا العميق. لو أردت أن أطرح عليك سؤالا، طبعا من خلال يعني أنت تكلمت وأيضا وجه لك إخواني الشيخ يوسف الهرش وجه لك رسالة، وأيضا الشاعرة زهرة جبار الأهوازية من إيران، من أنا بدي أقول من مملكة الأهواز أو دولة جمهورية الأهواز في إيران، وأيضا شاعرة طبعا يعني محترمة، وأيضا أسير الشوق من المملكة الأردنية الهاشمية، يقول لك مساء الخير لشاعرنا محمد عبد القوي. الدنيا مصر العربية، الدنيا هي أم الدنيا، هو قصده يقول. الشيخ يوسف الهرشي يقول يا هلا وغلا بصديقي الغالي العزيز محمد عبد القوي حسن، والنعم فيك أنورت وأشرقت. وأيضا الأستاذ يوسف مراد من تونس يقول لك تحيات القلبية إلى الأستاذ محمد، سهرة عربية جميلة وجولة بين تونس ومصر والمغرب والأردن وجميع الأشقاء العرب. أم حسام نفل من العراق تقول محمد عبد القوي تحية مملوءة بالحب والاحترام والتقدير. وغانم أبو ثيلي أيضا يمسي عليك بالخير. وأسير الشوق والشاعرة سحر أحمد تقول مساء الخير أخي الشاعر الكبير عبد محمد عبد القوي حسن. وعبد المالك أبا تراب أيضا يقول لك هلا وغلا بالأستاذ محمد عبد القوي حسن. بدي أتوقف عن قراءة الرسائل وبدي أوجه السؤال مباشرة إليك أستاذ محمد، ويعني أسأل السؤال: ما هي علاقتك
أو كيف ترى، يعني الآن لو سألت واحد كيف ترى علاقتك بأخيك، فيتحدث إنه أنا يعني أخي هو جزء من كينونتي وجزء من حياتي، وأكيد لن تستمر الحياة بغير أن يكون أخيك إلى جانبك ويعني يسير معك باتجاه كل الخطوات. فأنا أقول، ما هي علاقتك بالشعر العامي؟ كيف تقيم هذه العلاقة، الشعر العامي في حياة الشاعر محمد عبد القوي حسن، ومن ثم ننطلق إلى الشعر لنستمع إلى هذه السيمفونيات الجميلة من حضرتك. طبعا اشكر حضرتك في البدايه، واشكر كل اصدقائي الجميلين اللي هم موجودين معانا، طبعا اخ عبد المالك والشاعره سحر احمد وسير الشوق وغانم ابو نيلي ابو وام ثاني هشام وابو التالي ويوسف مراد، طبعا وياسر الديات حبيبي من مصر، ده ياسر الديات من مصر وبدري سلامه. ياسر الزيات اهلا بيه، وطبعا الشيخ يوسف القرش نجم النجوم، وطبعا زهره وكل الاصدقاء وشاطر البطوش حبايبنا الجميلين. وطبعا انا سعيد بهذا السؤال، علاقتي بالشعر العامي، انا لما بدات اول ديوان صدر ليا كان اسمه كان باللغه العربيه الفصحى، وكان اسمه عوده قبل الرحيل. نعم. وبعدين احنا في الصعيد دايما بدات اتجول واحضر ندوات، كنا في قصر ثقافه الغنايم بمحافظه اسيوط، وكانت اول قصيده بالعاميه كتبتها وحبيت ان انا القيها، فطلبت من الناس كانوا يعرفوني ان انا بكتب فصحى، فطلبت من الجماهير ان انا اقول لهم قصيده بالعاميه فسمحوا لي، وكانت لسناء محلي شهيده الجنوب اللبناني، وكانت كان حدث جلل عملته سناء محدلي، واعتقد حضرتك قرات عنها، وهذه القصيده ما رايك خدت نسمعها مركز دلوقتي؟ ما رايك نسمعها استاذ محمد؟ ماشي ماشي، احكي قصتها واقول القصيده. اوكي. كان الحدث جلل وعظيم جدا، ولما كتبت بالعاميه، فاقول القصيده واكمل القصه. تمام. القصيده مهداه الى كل الزملاء اللي معانا وكل الامه العربيه، على لسان سناء، وكأنما سناء هي اللي بتحكي القصه. وطبعا للي ما يعرفش قصه سناء محدلي، ان سناء محدلي عملت عمليه فدائيه في جنوب لبنان من اجل الوطن، وطلبت من اهلها ان هم يوم زفافها، يعني لما يوم جنازه بتاعتها يلبسوا العروسه تاج ويزفوها كانها وهي رايحه للقبر كانها عروسه رايحه العريسه. فطبعا الرفاض بتاعتها قعدت 8 سنوات في اسرائيل، ولما حزب الله تبادر الرفاض جت بعد 8 سنوات في جنوب لبنان، عملوا لها زفه وهي رايحه للقبر وزفوها بالفعل للقبر نطلب الله كانها عروسه رايحه العكس. الله يرحمها. لميت من الارصفه خبز اللي متشوجه، يمكن يعود الامل لما الولاد يشبعوا. باشت فتافيت القصر طفحت على وش المدى، نجماية سودا بحلقة، قاموا العيال من غير بطون متنفخة، باتوا العيال لم يغفلوا للصبح، فين الصبح مين يستنظروا، 50 سنة ولا مرة حود عندنا طفل الرضيع مين يرضعه، ولا سواد الليل يا ناس مين يخلعوا. جابت سناء من عشها من ملجأ التوابيت، حزينة مفزعة صرخت مخاض جوه الحشا متوجعة، وسناء بحدلي في الجنوب مش زي صبرا مسلمة، ولا زي غزة مرصعة، ولا زي دير ياسين، ولا بحر البقر عربية مش مدلعة، ده سناء ولا عمر السنة يرضى يفرط في الضنا، دايما عينيها مفتحة شافت عيون كل الرجال متشمعة، ما لقتش فينا أي شمخة مولعة تقدر تهد الصومعة، ما لقتش فينا المشدعة، هتكت في عرض الخوف وصلت للجسس، جسس الضماير اللي فينا مخلعة غاصت بحور الزوبعة، لبست عبايتك يا صلاح اليانعة، واتحزمت على سيف علي ركبت بساط الأنبياء، وفي قلبها مليون دعاء، من فوق جسر حطين عدت مسرعة،
وابدي اسمها على المنشآت اللي اتبنت من دمنا، حدف بلا حصد الرضا من يداه، من فعلاه في الملحمة السودة في تاريخهم ذكرها ما يفجرت كل اللي مدفون عندها، ربطت معها كل القطع من لحمها علم العروبة المزمعة. أنا شفتها متوزعة، أنا شفتها على وجه نهر الخلد قاعدة مربعة، من حولها كل البنات الحور هناك بتزفها. أنا شفتها وسمعتها عبر السهام الساطعة بتشدنا من الأرصفة. أنا شفتها، شفت الرجال قاعدين هنا بينوعوا ويولولوا على روح سنة، وهيفضلوا 50 سنة قاعدين هنا يستنظروا، يمكن تقوم تاني سناء وتمسح دمعهم. شكرا. شكرا جزيلا لهذه الكلمات التي حقيقة يستحقها جثمان وشهادة سناء التي ضحت بروحها من أجل الكرامة العربية. بدي بس أنوه إلى أن انضمام الجوهرة المصرية وهي الشيخة سلوى الهرش من جمهورية مصر العربية أحد الذين يعشقون مصر حد الثمالة، ومن يعني مشايخ جمهورية مصر العربية اللي نعتز ونفتخر فيهم، الدكتور غازي لبطوش الله يسعد مساك، وأبو خليل أبو صافي يقول لك جميل جدا جدا جدا، وجوهرة مصرية للشيخ سلوى الهرش تقول لك منور شاعرنا وضيوفك الكرام، يعني ضيوف منورين. وأيضا الشيخ يوسف الهرش والكثير اللي يعني يتابعون، شاهر البطوش يقول شاعرنا الفذ محمد عبد القوي تحية طيبة لك بكل حروف الشعر وبحوره، وأيضا الشاعر سحر أحمد تقول صح لسانك إبداع شاعرنا الكريم محمد حسن، وأيضا أسير الشوق يعني يسأل سؤال بدنا نعرج عليه بشكل سريع، يقول ما هي البحور الشعرية التي يعتمدها الأخوة شعراء الصعيد المصري وأرجو ذكر بعضها، بدنا يعني جوابها يكون إيجازي من أجل أن نأخذ الكثير من شاعرنا الجميل محمد عبد القوي حسن. وبدنا المهندس طبعا ينال البطوش يقول رائعة، يعني أستاذ محمد أنت دائما تأسر القلوب بكلماتك، إذا أردت أن تكمل القصة لنا سناء وقصة اللي بدأت بها، أو أن أيضا تمنحنا جزءا من كلماتك الـ يعني اللي دائما نعتز ونفتخر فيها، وأنا متأكد الشيخ يوسف الهرش والكثير يقولوا عاوزين نسمع الشعر الغزلي في يعني الحروف العامية المصرية. والله الشيخ هرش ده حبيبي وهو يطلب عينيا انا اديها له. طبعا انا كان طبعا اقول له الشعر الغزلي وكل اللي عايزه. العمليه بدات وطن، وكانت القصيده بتاعت سناء محلي بصراحه قصيده حماسيه وقصيده يعني حتى هي لغايه الان ما زالت عايشه. سناء محلي في الثمانينات ومازال التاريخ بتاعها عايش وعايش وباقي. انا الغزل نقول لعم الشيخ نهديه ايوه، قصيده. عاوزين نسمع غزل عشان كلهم عاوزين كده. عايز كله عايزين كده. والله انا ماليش في الغزل الجو، بس برضه انا يعني شاعر ثوري شويه لكن يا اقول سيدي لو ام عبد الله قريبه يبقى قول يا سيدي دي لا مطلوبه. هو عبد الله موجود بس ممكن يفتن ويقول له ما فيش مشاكل، لا لا لكن انا هو عبد الله بيتابع لانه عبد الله شاعر وصحفي برضه، وهو دراعي اليمين في مجال الصحافه. ما شاء الله، ربنا يخلي لك اياه يا رب. طب نقول هذه هذه القصيدة الغزلية للشيخ قرش. الشيخ قرش أقول له وهان عليك قلبي، نسيت خلاص حبي، نسيت أيامنا ليالينا، نسيت أحلامنا حكاوينا، نسيت القعدة على المينا، نسيت الشوق وأحلامنا، نسيت والقلب صار قاسي، نسيت عقلك صبح ناسي، نسيت وهواك قلبي، نسيت ورضاك حبي، نسيت يوم كانت الفرحة بتحضننا هناك على الشط يفتح لي طريق للنور، وحوالينا الشجر والخضرة،
حوالينا العيون السحرة، حوالينا بنات الحور، حوالينا العطور وبخور. خلاص هانت خطاوينا، نسيت الشعر والأشعار، نسيت النغمة والموال، وكام كلمة نقشها لك على كفوف المحنية، وقمرة حبنا الأولى في سماواتنا ملالية. نسيت بدري وطيف نجمي وسمايا، نسيت حبي غناو الفجر ورضايا، نسيت النسمة، نسيت البسمة مع الرسمة مع التوهة مع التوهان، نسيت التوهة ويا الدهشة والروقان. نسيتني خلاص، أنا مش ناسي أيامك، ما عادش إحساس، أنا مش ناسي أحلامك، لا أيامك ولا أحلامك ولا شعارك ولا اللهجة ولا البهجة ولا المنجة ولا النغمات ولا البسمات ولا النسمات والأمسيات. راح انساها، خلاص انسى، خلاص اكسى، لكن طول عمري ما انساك وهستناك. تعال نغني للاشعار، تعال نغني للاصغار، تعال ونحضن البسمة على كفوف الهوى والطير، تعال نقول لبسمة فجرنا الضاحك صباح الخير يا عين يا ليل، تعال في تباشير الفجر بدري، تعال في نسيم العمر يا عمري، تعال في سما روحي حجز لك مطرحين وسعين، تعال نغني للعاشقين، تعال نعود تاني يا حبيبين، ولحن لك مواويلك بدر ليلك ضياع عينك، وغني لك قصيدي وانت تسمعني، واسمع شعرك النابض كلام معناه يدمعني. لسه بعد ده كله عندك قلب يكسى، لسه بعد ده كله عندك قلب ينسى. انا عارفك انا فهمك، عشان ذلك انا اترجاك على ذكراك، أعيش العمر أستناك وأتمناك تجيلي في نفس مرسانا وتلقانا بنستناك، ونتمنى في يوم رؤياك، ونتمنى تعود لهواك. أكيد راجع، أكيد راجع راجع، وبكرة بالأمل نلقاك وما ننساك. شكرا. ونبقى بالأمل نلقاك وما ننساك. يسألنا أحد إخواننا المصريين سلمان أبو الرجا من العريش، صديقي العزيز أوجه له تحية باسمي وباسمك وباسم المتابعين، بقول الشاعر منين؟ لأنه اللهجة مصرية. الشاعر هو من المنيا أستاذ محمد، من المنيا ولا من أسيوط؟ أنا من المنيا عروس الصعيد، من المنيا عروس الصعيد. من نزلة اسمنت ولا من اسمنت؟ لا لا لا، أنا من قرية بن عامر مركز العود ومحافظة من قرقاص. يعني الشيخ يوسف الهرشي بيقول الله الله ما نسيت يا أخوي محمد مصر في أعماقي، ما نسيت أم الدنيا الحبيبة وحشتوني والله صاح لسانك، وطبعا وعلى لسانك كل الاحترام والتقدير لك يا شيخ يوسف. والقصيدة طبعا هي جات كده على الشيخ يوسف على طول، عشان احنا متشوقين ليه وعايزين نشوفه في مصر. وطبعا وأخونا شوكة البطوش يحضر معنا مؤتمر الشعر العامية اللي بنعمله، هنعمل بورسعيد قريب إن شاء الله بنعد ليه إن شاء الله. عايز أجاوب اللي بيسأل عن أنا من قرية اسمها قرية بني عامر مركز العدوى في أقصى الشمال الغربي لمحافظة المنيا، والمنيا هي عروس الصعيد، وفيها بلد جميلة لو الشيخ الهرش جيها زورها له، هي البهنسة. وهذه البلد يعني استشهد على أرضها حوالي 500 من البدريين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحكمها حاكم بطليموس حاكم روماني. وسيدنا عمرو بن العاص لما فتح مصر أرسل لسيدنا عمر بن الخطاب قال له أنا فتحت الشمال البحر يعني وجه البحر في مصر، وعايز أتوجه للجنوب الصعيد عشان نفتح الجنوب. قال له عليك بالبهنسة، وهناك حاكم اسمه البطليموس، إذا انتصرت عليه فقد انتصرت على الصعيد كله. وكان البطليموس حاكم عتيد وعنيد، والحمد لله طبعا القصة طويلة بنحكيها، ولكن كانت قصة بطولية جدا وتهزم فيها البطليموس. وهذه الأرض مباركة استشهد فيها سيدنا محمد بن أبو بكر بن الصديق، وفيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة من صحابة رسول الله، وفيها أرض طاهرة اسمها مجر الحصى. هذه الأرض مباركة وأتمنى وأدعوكم لزيارتها. هذه في محافظة المنيا، محافظة المنيا بلد إخناتون، ومحافظة المنيا بلد إيزادورة أول عاشقة بالتاريخ، محافظة المنيا بلد هدى شعراء، ومحافظة المنيا بلد الشيخ مصطفى عبد الرازق، ومحافظة المنيا بلد طه حسين
والايام وعميد الادب العربي، وهقول لك يعقوب الشارون ويوسف الشارون وحكيم احمد حسن لاعب الكره المشهور، يعني من انجبت انجبت تمثيلين في الكثير. مجالات مختلفه. بدي يعني انت استاذ محمد ذكرت لنا قامات من الادب والعربي، وانا اود ان اسال هنا الشعر العامي المصري، يعني الصعيدي هناك شعر عامي، وأيضا في مرسى مطروح هناك شعر عامي آخر، وفي سيناء هناك شعر بدوي عامي آخر أيضا ذا صبغة أخرى، وأيضا على الحدود مع السودان في منطقة حلايب والمحافظات القريبة في الأقصر وأسوان، يعني هناك تأثير باللسان أو اللهجة أو اللكنة السودانية من خلال القصائد اللي بنسمعها. فبمن تأثر يعني الشاعر محمد عبد القوي حسن؟ وهل هناك فرق بين ما كان يكتبه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي مصري الجنسية عربي، وأيضا الشاعر محمد عبد القوي حسن؟ يعني أنت تكتب الشعر العامية ومتخصص في الشعر العامية، وكان هناك الشاعر العملاق يعني المصري عبد الرحمن الأبنودي، وهناك الكثير من الشعراء المصريين اللي يعني طبعا طبعا أكيد أنت بتعرفهم مثل محمد خربوش، أيضا طبعا شاعر طبعا شعبي عامي من الصعيد المصري. الله يرحمكم ويعني يا صديقي فكيف وبارك الله فيك ويتوسع قريب. يعني هل فرق هناك بين كتابة عبد الرحمن الأبنودي وبين كتابة محمد عبد القوي حسن؟ والله سؤال جميل جدا يا شاعرنا الكبير، وانا ليا قصه مع الابنودي رحمه الله عليه. لما رحمه هو الله. كتب لما كتب عامة يمنة، كتب قصيدة لعامة يمنة، وكان دايما الابنودي كان بيتصل انا عليه على طول باستمرار، وحضرنا مع بعض المؤتمرات والندوات. جميل. وكان لما نشر يعني نشر في جريدة الجمهورية قصيدة لعامة يمنة، فانا قرأت القصيدة لوالدتي رحمة الله عليها، لأن والدتي كانت أول ناقدة ليا، يعني كانت امرأة مثقفة وكانت حاصلة على ابتدائية القديمة، كانت تعدل البكالوريوس دلوقتي، وكانت دايماً يعني تقول لي إن أنا لما تكتب قصيدة لازم تسمعها لي أنا في الأول، فسمحتها قصيدة عمة يمنة اللي هي بتاع الأبنودي، وسمحتها وقالت لي رد عليه. شوف يعني وصلت ثقافتها لأن أنا أرد على الأبنودي. عاوزين فطبعاً نسمع الرد ده. ما انا هحاول، انا بكلمك في القصه احاول احضر لك الرد والقصيده دي، لان انا ما كنتش مجهز طبعا، لكن احاول اجيبها لك. إذا مش جاهزة، إذا طبعا مش جاهزة بدنا قصيدة قريبة من لا قلب انا الشاعر محمد عبد القوي. ان شاء الله ان شاء الله انا هنجيب هتجهز باذن الله. كان خلينا نجاوب على السؤال الجميل اللي انت سالته. مختلف اللهجات بتجتمع كلها في لهجه واحده، احنا كلنا انا بتذوق الشعر النبطي السعودي والشعر العام الشعبي في العراق، والشعر اللي هو نقول عليها في والشعر البدوي، كل اللهجات كلها قريبه من بعضها، كلها لهجه عربيه في النهايه يعني. فطبعا الأبنودي كان يعتبر أستاذنا، ولكن أنا مش مؤمن بالأستاذية في مجال الأدب، يعني ناس كانت تقول لي على أنت خليفة الأبنودي في الصعيد، صحيح. فطبعا أنا أقول لهم لا، أنا ما تفوقش على أبنودي، ليس معنى ذلك غرور، ولكن القصيدة مش تقف عند الأبنودي رحمة الله عليه ولا عند أي شاعر. صحيح. إحنا عايزين نجدد، في الشعر دايما، عايزين نضيف للشعر دايما. فطبعا أنا يعني أتمنى ان انا اكون معبر عن لسان حال البسطاء نعم صحيح. والفقراء اللي هم عانوا كثيرا، وانا عشت هذا العصر اللي هو عصر الناس اللي كانت تعبانه في مصر، يعني انا ابن الفلاحين دايما معبر عن صوتهم، وشفت الفلاحين وهم رايحين الغطار وانا واحد منهم، وهم راجعين بيغنوا للزرع، بيغنوا للنبته، بيغنوا للحصاد، كل حياتهم غنى بغنى، حتى في الموت كان في العدوده يعني الحريم كده يتلموا ويقعدوا يقولوا الشعر، بس شعر حزين ويعددوا. يا ريت عبد الله يساعدني في ان يشوف لي القصيده بتاعتي انا ولابنده والرد عليها، عشان يعني فطبعا انا كنت ببحث عن قصيدتي مع الابنودي والرد عليها، لكن انا مش عارف اتوصل لها،
لكن لو انت عايز انا في نسمع قصيده، أي قصيدة تانية، كل طبعا شعر كله انا في جميل. قصيده محمد الدره كاتب له قصيده برضه واتعملت مسرحيه هنا، جميل جميل، فاتمنى نسمعها اهديها ليك واهديها للشيخ يوسف القرش واهديها لاصدقائي كل الموجودين معايا ونهديها لإخواننا وتابعوني، في فلسطين، حسين المشارقة وطبعا واللي يسمعونا من فلسطين العربية. نديها لكل ابناء فلسطين، لان انا يعني معظم كتاباتي عن فلسطين وعن الشهداء الفلسطين. من يا بلد مكرم من ياو، فعلا بلد مكرم من ياو، وانا قعدت مع مكرم من ياو وبرضه عملت معاه حوار صعب. نسمع محمد قصيدة الدرة. محمد الدرة، قبل ما اقولها عايز اعرف حضرتك اني انا ما شفتش المشهد. نعم. هذا المشهد حدث في سنة 2000 وانا كنت مترشح في الانتخابات، كنت دايما بلف في الدايرة، فمش مش متابع واجيب الصحف والجرايد بس ما بقراهاش. فكنت وانا راكب انزل البلاد، فالناس عارفه اني شاعر فبيطلبوا مني اقول له الشعر. ففي واحد قال لي عايزين نسمع منك قصيده عن محمد الدره يا استاذ محمد. فطبعا قلت له حاضر، وانا ما اعرفش مين محمد الدره، قلت له بكره هجيب لك قصيده محمد الدره معايا. وانا مروح البيت راكبين في السياره ليا صديقي الاستاذ اشرف ابراهيم، بساله يا استاذ اشرف مين محمد الدره؟ قال لي يا استاذ محمد ده محمد الدره طفل فلسطيني ضربوه الصهاينه هو في حضن ابوه. بس ما شفتش المشهد، بس الكلمتين اللي قالهم للاستاذ اشرف كتبت هذه القصيده، اسمعها واديها لكل اللي بيستمعونا على مستوى العالم العربي كله. ربنا يرحم محمد الدره ويرحم شهدائنا اللهم في فلسطين، ويرحم شهداء الأمة العربية كاملة. منظر محمد الدره كان منظرا مؤلما جدا حينما كانت الرصاصات الغادرة الصهيونية وهي تخترق جسد هذا الطفل وهو في أحضان والده. نسأل الله له الرحمة، وهو يعني أكيد يرحمنا الله برحمة محمد. اللهم امين اللهم امين. نبدا بالقصيده يا استاذنا. نعم. ما بقاش في ارض الطيبه غير الدموع علي ما بين كفه جدل، محمد الدره ابكيك 200 مره واصرخ بعزمي في التلال بين جثه ابني وبين نار البندقية مصوبة على صدر طفلي، وأنا في كابوس ما قدرتش أحوش ولا لم دمه أرجعه ولا حتى قادر أودعه. يا ولدي صرخاتك في جنبي كل يوم، ما قدرش أنام ما قدرش أقوم، صورتك على وش المدى بتحز وترفرف في قلبي، صورتك على شجر الزيتون وعلى المتاريس والحجارة، صورتك ما بين صوت الأرامل وفي مواكب الشهداء وصلاة الفجر في الشارع المطفي بسواد الاحتلال، صورتك جنون الفكر والرحمة وجبني والمهانة، صورتك في دمع اليتامى بتقطر مرار، صورتك في الطار وغدا وعشا نزلة تقطع في الحشا. يا محمد الدرة يا طلقة بين عمق العرب، ليه صرختك ملهاش صدى في ديوان محاكم القضا أو في بيانات الأمم؟ لساك يا درة مرمي فوق قلب الرصيف ببدن نحيف، مشبعش من دمك عدو جاي يغتصب عرضي ومالي وقدسي حرمي تاريخي هويتي. مين اللي جاب الإسرائيلي فوق فراشي يدنسه؟ والجثة دي لمين يا عرب؟ جثة براك ولا الشارون ولا الكهانة أو نتنياهو الخسيس؟ الجثة دي مش اليهود، الدم ده طاهر زكي، الجثة دي جثة ولد طائفون ومخلدون شايف في يده كاس معين كان بده يروي المسلمين، وابوه يا عيني ما يحتكم يرفع عن الضر الاذى، والواد يقول يا ابويا حوش عني الوحوش، طلقه ودي الدنيا وكتير
طلقات كتير ملهاش عدد دخلت جسد هذا الولد، وفي عرف مين وفي الشرع مين؟ مليون محمد ضرة، مليون محمد ضرة فوق الأرصفة، مليون سناء محدلي ولولا عبود تنقتل، سعد القصيري وماجد التل وكتير وكتير يا عيني من الصبايا من الشباب وأبرياء الوطن السليم، والقدس ضيعة في النحيب وصراخ عويل نزيف طويل، مين المجيب؟ مين اللي قال لبيك يا قدس العرب والمسلمين؟ يا أهل القصور والأرصدة ببنك الدولار، هاتوا الرصيد نمحي بعار وبنفطكم نسوي القرار، ونحيي فينا تاني عزم الأنبياء صالح وموسى وعيسى مع النبي المصطفى، لماتت النخبة ودارتنا الحيطان، لنظرة الضرة في مدته كشفت العرب الجبان، أطفال تموت على الأرصفة، نسوان بيسلبوا عرضها، وبنات تموت وبنات تضيع من تحت عجلات القطار، وإحنا نارنا غير النار، وبرغم كل الانشطار والانحدار واللا قرار وسواد مدار، ما شايفش قدامي تشاش، ما شايفش غير دم الشهيد، بكتب بدم الضرة أبيات الشعر، وبقول لأبوه ابنك ما ماتش، ابنك بيدن فوق حيطان الأقصى في صلاة الفجر، ابنك شراع الخير في قلب الطيبين اللي ما يملكوا غير دموعه مع الصبي، ابنك في سهرية الفجارة، ابنك عريس كل العزارة الحوريات، ابنك أبو الضرة ما مات، أنا شايفه جاي فاتح دراعاته بيجري علي، أضمه بين كفوفي يا خي، أقول له جاي يقول لي حي، أقول له جاي يقول لي حي، أقول له خلاص مدام لبيت، مدام لبيت تعالى، ما دمت أنت مصر أكيد دمك يا ضر حر، وبص الضر على المشهد ملايين العرب قاعدين لخطوا الشمال لخطوا يمين، ومنتظرين يجيهم ضر لأجل الست، عين البندقية سد، يموت ولا حد منا يمد ليه اليد، يموت وحده وإحنا يدوب في خلف التل نتصعب ونضرب كف فوق وكف، سيول الدمع ما بتجف، يضر إحنا ما نملغ غير دموعنا عليك وإنت تموت نيابة عن طوابيرنا اللي مختفية ورا في الظل، ولا عمرك يضر تمل، رصاصات العدو في صدرك بقت عالي، دماك يروي شقوق لأسفلت الشيء عادي، تموت ولا حد منا يمد ليك اليد الشيء عادي، ولا عادي ومش عادي في عرف العرب يا ضرة، موتك شيء بقى عادي، موتك شيء بقى عادي، ويمكن أقل من العادي. شكرا. ويمكن أقل من عادي، ويمكن أقل من عادي. أنا أتذكر ذلك المنظر، كان ذلك المنظر طبعا يعني فقط يصور شموخ محمد الدرة في ظل الوهن العربي وانحدار للكرامة العربية في ذلك الوقت، أمام هذه الصورة التي رسمها محمد الدرة للشهادة، كانت شهادة مختلفة جدا جدا. شاعرنا الجميل محمد عبد القوي حسن، احنا عاوزين يعني نوشوشك وشوشة، يعني عاوزين نهمس في ودنك حاجة، ونقول لك انت كتبت في ام عبد الله ايه؟ ده كلام بيني وبينك ما حدش يسمعه. والله كتبت لك كتير جدا، بس طبعا يعني انت شكلك النهارده نوع علنيه استاذ شوكت، والله مش عارف يعني فكره يعني مش معانا يعني. بص مش عاوزين انت انت قلت قصيده غزليه، عاوزين ان يصلح الوضع وتبقى قلت قصيده في ام عبد الله. ام عبد الله ما انت عايز، ايوه عايز، انت عايز تعدل يعني، عاوزين نعدل يعني عشان الليله تبيت في البيت انت، عشان اللي تعدي على خير، تعدي على خير.
هجيب لك انا القصيده اللي قلتها في ام عبد الله. انا كل قصيده بكتبها في ام عبد الله بصراحه، يعني كلها على بعضها، يعني ما فيش ولا قصيده مكتوبه لحد غير هي. خلاص احنا يا سيدي كمان شاهدين معاك. انت شاهد كمان؟ ماشي يعني. والله انا من محتار اختار ايه بس، واللي هي يا عم شوكت. طيب المشكلة إن أنا يعني دايما الشعر الوطني واخد كل، أكيد أكيد أكيد، لك الخيار لك الخيار. ولذلك لا أنا هقول قصيدة رومانسية، بس هي اللي رومانسية ملتهبة من البداية. وكنت فاكر إن أنت طبعا مش تطلب مني شعر غزلي، لكن يبدو إن أنتوا برضه عندكم الرجالة غزل فيها هنا يا أهمية. أستاذ محمد، الرجالة هنا عاوزين الغزل، عشان يعني هم يعني لو تعرف انهم اتصلوا معايا قالوا لي عاوزين غزل غزل. قلت لهم يا عمي حنطلب غزل والله ما لأستاذ اتصل على محمد. كده. دي فالوطني بنتي بالعكس دي. على راسنا، الوطن من فوق يعني، والشعر ال طيب احنا هنخش على القصيده. نعم القصيده دي لما الله، بس ما تقولش لحد يا تفسدك يعني، مش ماشي. حنقول لحد ابدا، ما حدش سمعنا. دي بنتي دي. ما انا خايف بعد ما تسمع القصيده عم مش كنت تيجي تخطفوها مني يعني، لان انا بوصف فيها يعني. لا لا، في الحفظ والصون. ربنا يخليك ليها دي ويخليها بنتي لك دي، يا ابو عبد الله. الله الله يخليك. دي بنتي دي، ولا الأحاسيس كثفوها طلعت في هيئتها. دي بنتي مين، أصل القمر بيموت ليلاتي وينتحر على درب طلعتها. الله، بنت اكتمال الزين، بنت اكتمال الزين، ولا النبيذ معجود على صفو ضحكتها. يا مين يراودك يا عسل، وانت اللي من اجوى الطبيعي على شهد رجتها. يا مين يراضي النخيل والسحر اللي يقفها في سلام وعلام، وكلام ماهوش مفهوم ولا معلوم في عطفتها. كلام يتحس بالنبض بس، او يترش فوق خدود الورد، او ما حد قاله في تاريخ الكون لحد غير الحلوة دي. يا ما أحلى نسمتها، يا ما أندى رجتها، يا ما أبهى طلعتها. يا ما قالولي في الكتب، يا ما قالولي في الكتب وجريت عن الأساطير. يا ما بأحلام المنى في بساتين رياض الجنان، حلمت يا ما كتير مع الحظ السعيد الجميل إني ما شفت بنت زي هذه البنت، لا في حلم أو حتى عين. صلوا فروضتها أو قيموا أعراسكم هناك كلها على شط ندهتها. أعراس أعراس كتير يا ما جميلة، بتتمنى تاخد من البنت دي من عينها كحلتها، مش شفها بسمتها أو حتى ضحكتها ندهتها. أعراس أعراس كتير يتزينوا ويضيع جمالهم هباءً على ورد دخلتها. أقمار أقمار كتير يتغندروا ويضيع دلالهم على ضي نظرتها. البنت دي تشبهش حد ولا ليها ند، إني أعيزها يا رب الجمال والكمال من كل حاسد حسد من كل كيد، وأصطفيها للرضا والانسجام، وأخاف عليها من النسيم اللي يهبها بالسلام، وأغار عليها من عيون كل البناويت اللي قام، ومن اللي يمشي في ضربها من كل عين نظرت لها، من نفسي ساعة ما تهين في حسنها. يا بختها بنت النسيم والضحى، بنت الندى والرضا، بنت الوداد والدلال، لما الكمال يطلع يغني في ضم خطوتها، وعازفين مزامير التمني يتميلوا لرجتها. المنشدين صفين والمكللين صفين، والواصفين سحرها صفين، والمغرمين ضياها صفين، والعاشقين وردها صفين، والمطربين الرسامين الفنانين والراقصين والممثلين والمبدعين. ياما كتير بيميلوا بغنوتها، اسمع الكروان تقول الله.
باسم نغم أوتار الكون في الصفو والملكوت، تقول الله تسمع لصوت البنت دي فتهيم في حضرتها، والنضج منك يضيع والشوف يتوه في الربيع، بنت أم قلب وديع أنت من صفاء الملايكة وأصفى من العسل الطبيعي من مناحل السندسات بساتين، ومن من مناهل الورد تين فدادين، ومن أشجار عصار الكناريا وبحار ليالي الجنان ملايين من عندليب الأمان من شهد رجتها. ياما ياما هويت يا جميل، ياما ياما عبرت شطوط، خطيت حدود ورسيد مراس شطوط، وقطعت أميال كتير من عمره كله غنى علشان تنول المنى توصل لسكتها. وأول ما توصل يا سعيد الحظ يا متهني، وتحط عينك بس فوق شطوط التمني على طلع من جيتها، فتدوخ يا عيني من السحر وتضيع من بين الشجر، وتحس إني في مطر بيرخ فوق وزهر ويغني جنبك قمر، تحلم بطول العمر وتموت فدان يا سليل المجد من بين عدان الورد بين الفل، وانت تموت بالطل على غنى الفراشات ورقص أجمل الحريات اللي بينشدوا شعرهم في موكب الأمنيات، موكب خروج البنت دي اطلعت تمر تهل بعيونها الجميلات على ورد جنينتها. البنت دي ولا الأحاسيس كسفوها طلعت بهيئتها. شكرا. الله الله الله، يعني جميل هذا الشعور وجميل هذا الصدق في الأحاسيس حينما يعني يكون الشاعر يتوجه بهذه القصيدة إلى يعني رفيقة دربه، ويعني أبدعت. وإحنا نتمنى أن يبقى الود والحب بينكما أستاذ محمد، وحقيقة يعني أخذنا الوقت معك، و يعني هناك ضيفنا من المغرب أيضا ينتظر هذا اللقاء، واستمتعنا وإياك حقيقة في هذه القصائد الجميلة التي كان منها ما هو وجداني وكان عامي، وكان منها ما هو مخصص للجرح العربي، وكما يعني قال أخي شاهر قال الجروح خدوش إلا جرح فلسطين فهو جرح كبير. وحقيقة اللي يتابعون يعني وفاء عمرو تقول نيالها أم عبد الله، حسين يوسف الهرش يقول صح لسانك ويسعد قلبك يعني وروحك، كذلك كلماتك ذوق كلها ورائع. وأيضا أسير الشوق طبعا هو مذيع هذا البرنامج اللي بث معانا يقول يعني الخوف جاب نتيجة. غانم أبو ثير يقول الله الله جميل أبو عبد الله، يعني الله يديم المحبة بينكم. وأيضا يعني محمد بن أيان الحجاية، وبقول لك الشيخ يوسف الهرش دير بالك من شوكة البطوش، وأبو خليل أبو صافي أيضا، والجميع اللي محمود أبو الدليمي أبو فؤاد دليمي من العراق، والكثير اللي تابعونا عبد العزيز المليك من تونس، والكثير من أصدقائنا الأعزاء اللي يتابعون هذا المساء. وأيضا على القصيد الأولى الشاعر صحر أحمد تقول الله الله رحم الله الشهيد محمد الدرة، وأيضا اللي تابعوها. أخي الأستاذ محمد الحديث معك جميل جدا، ونود أن نستودعك الله، وكنت معنا جميلا كما أنت دائما جميل في حضورك، ونسأل الله أن نلتقي وإياك حقيقة في القريب العاجل في أحد المؤتمرات والمنتديات الشعرية العامية، ونلتقي أكيد على خير. تحياتنا إليك، وودع أصدقائك بما تشاء إذا أردت أن تقول. أشكر حضرتك طبعا، أشكر حضرتك طبعا على هذا الأسلوب الراقي والرائع، والحقيقة أنني سعيد جدا. يعني أنا بكتب شعر من 30 سنة أو 35 سنة، وصدر لي حوالي من 20 ديوان شعر، وحضرت المؤتمرات الدولية وقعدت مع رؤساء جمهوريات، وحضرت عندكم في مهرجان جرج في الأردن، وحضرت المربد الشعري بغداد، وكنت الرئيس ياسر عرفات برضو في الأردن، وصدام حسين، ومجموعة من رؤساء العرب، وكل هذا لم
لم يساوي سعادتي الآن وأنا بين هذه بارك الكوكبة الله الجميلة. فيك، بارك هم الله بصراحة فيك. يعني أسعدوني وخلوني بكيت ودمعت عيوني بتدمع من هذا الكل حبك أستاذ محمد، الكل حبك وحب كلماتك وعاش معاك إحساسك وحروفك والله. ربنا يبارك فيك، وانا طبعا سعيد بهم جدا، سعيد بتواصلهم، سعيد بكل كلمه اتقالت، لا لا بتاثر في وجداني، سعيد بتشجيعهم ليا، لان انا مهما وصلت ومهما كتبت محتاج تشجيع احبابي المتذوقين، لان ولو عاوز، المتذوق احنا نعم، ولو عاوز كمان بعد ما يخلص الفيديو، بعد ما يخلص البث، ترجع تمسي عليهم وترد عليهم باستفساراتهم بكلماتهم انت، ده حرية لك يعني. لا انا مش عايز اخذ وقت زميلي الصديق الشعري الاخر، ولكن عايز اشكر الكل، مش عايز يعني عايز اكمل الناس اللي معايا زملاء الشعراء يكملوا، وانا الكلمات كلها ما توفيش هؤلاء الجميلين حقهم في تشجيعهم وتواصلهم مع الشعر بتاعي. اتمنى ان شاء الله يجمعنا الله على خير كل الشعراء الجميلين. اهلا بكم في مصر العروبه، اهلا في اتحاد كتاب مصر، واهلا بجمعيه مبدع مصر فيكم وبكم، بارك واهلا الله فيك، بحبيبي بارك الشيخ الله يوسف فيك. القرش معانا، واحد من مصر بيقول لي دير بالك من شوكه البطوش يا محمد. يعني بيحذرني منك، وانت لما تيجي الصعيد يا عم شوكه هتعرف ان مع عبد الله الصعيدي، أكيد يعني أكيد، توكلك بطيط مشلت جسيرة أتشرف بتلتك أتشرف وجبن والله. جديد، وهو الشيخ يوسف كان من الفطير بتاع مع عبد الله وجبن نتشرف، قديم. أكيد أتشرف وان والله، شاء الله أتشرف، لي انا الشرف بداية. امسي على ام حسام، اقول لك شكرا لام حسام وعلى غانم وعلى اسير وعلى وفاء عمرو وعلى الشيخ يوسف وعلى اخ عبد المالك وعلى ابو خليل ابو صافي وعلى يعني كل كلهم الجميلين اللي كلهم كانوا معانا، كلهم شكرا، كلهم واحد واحد، تحياتي ليكم، شكرا ليكم، ومش شكرا يعني مش عايز شكرا اسيبكم، لكن لأستاذنا، عشان نستمتع بباقي الامسيه تحياتي والسلام عليكم شكرا ورحمه لأستاذنا محمد عبد القوي حسن الشاعر المصري العملاق الجميل. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا، تحياتي، تحيات أستاذ محمد. وهكذا أعزائي المتابعين، استرسلنا مع الأستاذ محمد عبد القوي حسن شاعرنا الجميل، وسننطلق مباشرة إلى المغرب العربي، وأنا بدي أتحدث عن الأستاذ حفيظ المتوني. الأستاذ حفيظ المتوني يعني من الشعراء اللي يشار لهم بالبنان في المغرب، ويعني هو خريج كلية الشريعة بفاس، ورئيس جمعية الهامش للشعر والتشكيل بجرزيف، ومدير سابق لملتقى جرسيف الدولي للشعر والتشكيل لتسع دورات، مؤسس جائزة جرسيف للشعر، وعضو مؤسس العديد من الجمعيات الثقافية والتربوية محليا ووطنيا، وده جرب احكي من غير نظارة عشان ما تقولوا ما بشوف. عديد المشاركات في المهرجانات الشعرية بالمغرب وخارجه، نشرت العديد من قصائده في جرائد مغربية ومواقع إلكترونية، إصداراته مير لمحبة، كناش زجلي، سيار طيل في دنجة، وسلطان الماء، وأيضا منشورات الهامش عام 2013، وشي أيضا زجل، منشورات دار البدوي، وقيد الطبع له كرنفال الزجل المغاربي، قراءات لدواوين زجلية حداثية من المغرب الكبير. بدنا نرحب أنا وإياكم، نرحب بالشاعر الأستاذ حفيظ المتوني من المملكة المغربية، ونطير مباشرة إلى الرباط، ونتحدث الآن ونستمع إلى اللكنة المغربية مع الأستاذ حفيظ المتوني. مساء الخير أستاذ حفيظ المتوني. احنا بدنا قبل ان يعني هناك الكثير ممن يعني ينتظرون هذه الفقرة مع شاعرنا الكبير سلطان الماء، ولدينا سؤال الله لك: يخليك. لما سميت بسلطان الماء وانت شاعر مغربي كما قرأت سيرتك، يعني صاحب صولات وجولات على الساحة العربية والساحة المغربية في الثقافة والأدب، وخاصة أنك متخصص أيضا بالملحون والشعر الحديث والزجر، فماذا تقول لمتابعيك؟ وإحنا بنقول لك مباشرة الله يسعد مساك.
الله يسعد مساك العزيز شوكت، وشكرا لك على الاستضافة الكريمة. بس بدنا الصوت عالي شوي استاذ حفيظ. مساء الخير أستاذ شوكت، شكرا لك وشكرا للاستضافة الكريمة، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات متابعينا على مباشر على في هذا البرنامج الجميل نعم والرائع. شكرا للصديق عبد الملك أبو تراب على وساطته الإبداعية الجميلة. ولكل لقد إخواننا في المغرب الله يخليك، شكرا أصدقائنا لكل العزيزين. متابعينا في الوطن العربي، وشكر خاص جدا لكل الأصدقاء في المملكة الأردنية الهاشمية. بداية مسألة التسمية، هو ديوان من دواوين الزجلية المطبوعة عنوان سلطان الماء. نعم كان أن أخذ العنوان اسما لي، وأنا أهديت المدينة عملا شعريا، والمدينة أهدتني اسما جميلا، وشكرا لها. كل هذا كله ما في الأمر. نعم يعني هذا الاسم أخذ من خلال تأليفك لديوان سلطان الماء، وهو طبعا سلطان الماء، وسلطان الماء طبعا من خلال العنوان يظهر أنه ديوان شعر عامي زجلي في اللهجة المغربية، باللكنة المغربية، المملكة المغربية. طبعا أستاذي حفيظ ألمتوني، وأنت أحد يعني أعلام الشعر، وخاصة هذا الجانب من الشعر اللي يعني يعرف بالمغرب، الملحون والزجل. يعني هل لك أن تطلعنا على يعني بواكير انطلاقتك في هذا الجانب؟ يعني متى انطلق الأستاذ حفيظ المتوني، الشاعر حفيظ المتوني، في هذا الجانب؟ أولا أحب أن أشير بس إلى والله أن يا ريت ترفع الصوت، لأنه عشان يسمعوك بس. أولا أحب أن أشير أن في منهجيا في المغرب نفرق بين الزجل وبين نعم الملحون، نعم إن كانوا من نفس القبيلة يعني نفس الاشتغال على اللغة العامية، لكن الملحون مخصص للغناء وذو طابع تقليدي ويعتمد على قوالب وبحور شعرية يعني معروفة هذا الملحون. نسميها القياسات. نعم أما بالنسبة للزجل الحديث نعم فهو يعني شأن الشعر الحر، الشعر الحديث يعني المعروف هكذا. أنا بدأت في بدايات التسعينات، كنت طالب في الجامعة، جامعة سيدي محمد أو سيدي محمد بن عبد جميل الله جميل في فاس، معروفة من الجامعات العريقة في المغرب. أكيد أن الساحة الطلابية والحراك الطلابي والحراك الاجتماعي في المغرب كان قويا، وبالتالي كان الذهاب إلى الواجهة الثقافية شكل من أشكال النضال المجتمعي. كانت بداياتي هناك، شاركت في العديد من الأمسيات الطلابية، حيث تعرف العمل الطلابي فيه يكون في حضور قوي وحضور جماهيري كبير. بعدها كان في مشاركات على المستوى الوطني مع بنات أستاذ حفيظ، بس لو ترفع صوتك شوي، لأن الصوت عندك غير واضح. قلت انه نعم. البدايات كانت في لا لا، الجامعة، سمعت الحديث، أنا سمعت الحديث، لكن أود يعني أن كان يستمع الآخرون إلى الحديث. اول نص تم نشره في إحدى الجرائد الوطنية كان بعنوان غيرة. نحب نسمع لك هو نص أكيد قصير جدا. أكيد أكيد، يعني حابين نسمع الشعر المغربي والملحون، أو يعني الله يخليك. هذه القصيدة كانت بالزجل أم الملحون؟ لا الزجل، الزجل. ما كتبت الملح. جميل، لنستمع إلى ذلك. غيرة القمرة من اللي شافتنا عريانين كيف الما مبقى ليها عقل، حشمات تقدم
ولت وخر رجل، جرت على وجهها غيامة، عين طرقات وعين بقات كطل تخفات كانت غطيح غير شدوها تنخل. جميل. يعني أنت تقول أن الزجل هو موزون، يعني الزجل له حالة أو له يعني شكل من أشكال الوزن، طبعا كله لأن كله معتمد على الايقاعات نعم، وعلى لأن النص هذا يعني له إيقاعات يعني. ودائما أرى أن الزجل يعني يقتصر على فقرة أو فقرتين أو ثلاثة بالكثير، فهل السبب لذلك يعني أنه يتحدث عن حالة الشاعر أم يتحدث عن حالة المجتمع بشكل عام؟ يعني بما أنه فن حينما شعبي. نعم نتكلم عن الشعر نتكلم عن كل أمور الحياة، مش جميل. الأشياء المجتمعية فقط أو أحاسيس الشاعر، أو من خلال الشعر تعكس رؤيتك فلسفتك في الحياة، نعم، تعكس من خلال أشعارك هموم الناس وتأنسن المحيط بك، جميل. تشرك القارئ أو المتلقي جميل فيما جميل. الآن الآن تراها الآن نحن سألنا عن الانطلاقة والبدايات. حينما وجدت نفسك في خضم هذا البحر، بحر الأدب والشعر، وانخرطت أو دخلت يعني الانخراط والتمازج ب يعني التجمعات الثقافية، كيف وجدت يعني حالة الشاعر كبداياته، أم أنه دخل إلى معترك آخر من التنافس وبالتالي إلى تطوير نفسه أكثر فأكثر؟ مش تنافس. أولا أحب أن أقول بأنه في البدايات كانت أيادي بيضاء كثيرة، تم مدة لتجربتي منها تجربة منها أكيد الشاعر الكبير مولاي إدريس مسنوي، ومن كبار شعراء قصيدة الزجل الحديثة، كذلك المرحوم المهدي الوضغيري الذي كان صحفيا جريدة الاتحاد الاشتراكي وكان زجالا كبيرا، ثم صديقي الزجال الكبير محمد طروالي، و سيدي احمد المسيح طبعا كصديق رفيق حليف هذا الحياة، اخرون كثر كانوا يمدون يد المساعدة، حتى أنه كما أننا نعزز قبيلة الزجل بوافد أو اسم جديد كلما بزغ إلا وتنصب عليه الاهتمام ويقدم له الدعم وتفرش له المشاركات في الملتقيات ذات الصلة يعني بالزجل، كنا نشعر بأنه نحن في أسرة واحدة، وتم بطبيعة الحال كل هذا تم يعني تم تتويجه بتأسيس الرابطة المغربية للزجل سنة 1996، وكانت تضم كل المشتغلين بالقصيدة الزجلية الحديثة والشعر العامي في المغرب، إلى أنها لم تستمر مع الأسف، وكان بعدها الاتحاد المغربي للزجل ولم يستمر، ونحن الآن نعيش شتاتا كبيرا. جميل كزجالين جميل. أستاذ حفيظ، أنا والله يعني لأول مرة يتبادر لذهني هذا السؤال، مع العلم أننا يعني استضفنا الكثير من شعرائنا وإخواننا القامات الشعرية والأدبية اللي مثلك يعني أيضا من المملكة المغربية. يقودني السؤال إلى أن الزجل، هل موطن الزجل أو لكنة الزجل المغربي يعني في المملكة المغربية،
هل هي البادية أم هو الريف؟ يعني هل انطلق مع أغاني الحصادين في الريف والأعمال الريفية، أم أنه انطلق من البادية أثناء مرافقة الإبل وسباقات الهجن وأيضا الحياة البدوية في المغرب؟ يعني هل هذا الشعر يعني حقيقة جذوره حينما بدوية أم جذوره ريفية؟ في الحقيقة حينما نتكلم عن الزجل أو الملحون في المغرب فإننا نتكلم عن تراث شعري يمتد لأكثر من 8 قرون. نعم أقول لك أكثر من 8 قرون. نعم إذا كانت القصور والبلاطات قد وجدت لغة الضاد كلغة للتواصل ولغة للشعر ولغة للغناء ولغة فإن العامة من الشعب سواء في الأندلس أو في المغرب أوجدت لغتها الخاصة التي تشفي غليلها وتعبر عن أحاسيسها. نعم صحيح تمازج اللغة العربية المعربة واللغة الأمازيغية في المغرب أعطانا هذه الدارجة، هذا يعني هي الكلام العامي وليدة الذي تزاوج اللغة العربية مع اللغة الأمازيغية. طبعا، لأن في دارجتنا هناك تسكين كثير وهناك بعض نحت لكلمات عربية على الشكل الأمازيغي. حينما أقول مثلا تمغربيت، تمغربيت هي الشكل المغربي نعم أو نوع من المغربة أو المغربية، ولكن هذا التاء في الأول والتاء في آخر الكلمة هي من خاصيات اللغة الأمازيغية. نعم حينما أقول لك بأنه أن في المغرب هناك سلاطين، يعني ملوك كانوا يفرضون الشعر العامي، نعم وهناك أميرات كذلك كنا شعر العامية، بالإضافة جميل إلى الفقهاء وخريج جامعة القرويين وهي من أعرق الجامعات في العالم. يعني صعب جدا أن أقول أنه ظهور هذا النوع من الشعر هو بتأثير من القصائد أو الأشعار أو هذا. الأهازيج نعم التي نعم يرددها هذا الناس. هذا يقودني إلى سؤال الآن. نحن نعرف في أكثر البلدان العربية والدول العربية تعدد اللكنات في نفس البلد العربي، وليس مثلا كما نقول اللكنة المغربية أو اللكنة الجزائرية أو اللكنة التونسية أو الأردنية أو السعودية أو الشامية السورية أو مثلا الفلسطينية أو المصرية أو الليبية أو ما شابه ذلك. في المغرب، في نفس المغرب، هل هناك اختلاف في تعدد لكنات؟ يعني في لكنات متعددة داخل المملكة المغربية، وربما تكون إيه طبعا، يعني من منطقة إلى أخرى، من شمالها إلى جنوبها. إيه طبعا طبعا، يعني موجود الفوارق الفونيتيكية بس موجودة الصوت، بالله أستاذ حفيظ، بس في الصوت لو المغرب. تعطينا صوت عالي شوية. طبعا في فوارق فونيتيكية بين الجهات معروفة، يعني جميل بالنسبة للجنوب المجتمع الصحراوي هناك الشعر الحساني، يعني معروف وعنده خصائصه وعنده تراثه وتراث عميق جدا في الشعر، في الجمال صحيح والاحتفاء بالحياة وبالإنسان وبالطبيعة. جميل وهناك كذلك في شمال المغرب منطقة تسمى بجبالة، يعني في جبال الريف وغرب جبال الريف، هناك طبعا وهي كانت ممرا أساسيا للقوافل والتجار والذاهبين إلى الأندلس والراجعين منها. يعني تعرف لكنة خاصة نعم ومتميزة جدا، طيب ومثلا الأستاذ حفيظ المتوني، أين هو من هذه اللكنات؟ اللكنة الحسانية أم اللكنة الشمالية؟
الحسانية أنا بعيد عنها، يعني أنا مش موجود في الصحراء. لكن بدي تسمح لي يا استاذ حفيظ شاعرنا الجميل، أيه. بدي تسمح لي امسي بالخير على الاستاذ محمود المجالي ابو قصي، وباسمي وباسمك وباسم المتابعين نعزي عليه بوفاه احد اقاربه، نقول عظم الله اجركم، وايضا عظم نمسي الله بالخير أجل. على استاذي الكابتن محمود البداينه زميلنا السابق اللي ما زلنا نتذكره بكل خير، وايضا زميلنا عبد الملك ابا تراب محمد رجائي، و اللي الشاعر صلاح الشمالي شاعر الربابه الاردني، والشيخ يوسف الهرش والشاعر محمد عبد القوي حسن من جمهوريه مصر العربيه، والجميع اللي وحسين المشارقه من فلسطين، واللي يتابعونا الان جميعا بنقول لهم الله يسعد مساكو. شاعرنا الجميل، ماذا ستسمعنا من الزجل المغاربي من كلمات الشاعر حفيظ المتوني؟ كنت سألتني عن أين أنا بين هذه اللكنات؟ أما أنا يعني السؤال أين أنت، لنستمع إلى النص الذي يحكي ذلك، يتحدث طبعا عن ذلك. أنا في الجهة الشرقية، نعم، بالمغرب، يعني تقريبا امتداد قوي وكبير في الثقافة وفي التراث للغرب الجزائري. نعم نعم أكيد أنه نعم معذرة. معك أقول نعم، يعني أنت قريب من الحدود الجزائرية. تمام. طبعا عندنا تراث غنائي مشترك، وأنا في قليل من قصائدي أحمل هذا التراث الغنائي وأشتغل عليه من الناحية الصوتية فقط. نعم، أحب أن أسمعكم أكيد سندباد الروح. أكيد إحنا بدنا نسمع يعني. سندباد الروح. سندباد الروح. يقول نيتش: حين تحب المرأة يكتمل العالم، بعد ما تبال ترسمي وخريف طويل طيح وراق احلامي انت قدامي. اش نقول باش نبدي كلامي من العطش ليك الدل لساني، كنت الماء اللي سقى عروقي، كنت النار اللي دوات حروقي، كنت الهوى اللي نشم فنشوقي، كنت فرحتي ورشوقي، كنت الشمس فشروقي وغبرتي 20 عام. يا سيدي باد الروح خليك هنا يا هنا يا فين تمشي فين تروح، وتخلي ترابي مجروح، وتخلي محرابي يبكي وينوح، وتخلي تفاحي بالطيب يفوح، وتخليني قفز خاوي فوق سطوح. اش من بحر يديك وانا ما عندي مجداف، وتخلي قلبي على جرف الدنيا مليوح، معلق في هواك طاير في سماك، لغيتك ناديتك حتى ولا صوتي مبحوح، تسنيتك 20 عام وخا صدري مذبوح، قلبت عليك في الشرقي في الغربي، قلبت على خيالك في الغيام، قلبت على طيبك في الانسام، وفي قطرة الامطار موجة البحار في تغراد الطيار في قسوحية الحجار، تنيتك فراق الليل مع النهار، ترجع لي نجمة قطبية شحال سرت ليك مبرية مع الريح الغربية، وشحال من توصية خبيتها لك فرحي قلزهر البرية، وشحال سلام بلغتو لك الحمام اللي طار في العشوية، كنت ميرة وكنت سلطان
قصتنا كانت على كل لسان، كنت نحلى وكان قلبك جنان، كيفاش لاسل يولي قطران، عنقودي حلو الدلة برهان، كيكتر من عيني خمر يعمر الكيسان، قلبي طايب طايب والهان، شفيت بحالي لحجر حسر وبانت على وجهه الأحزان، مكتر ما يبات سهران معايا القمر، ولا قلبي كيفه يتغير، مرة يضياق مرة يكبر، يبعد مرات ويرجع تاني يقرب اكتر. وانت فين كنت يا العمر، يا كان عبلا وانت عنتر، اغرامك في عتا وتجبر، الشوفة فيك خلي لوزي ينور، خلي وردي يفوح بالعطر، لبستي روحي سلهام وغبرتي 20 عام، خليتني خشبة فاد النكبة، النهار يطوال عليا والليل كتر، أشهد المكتاب قلب الحبيب ولا يغدر، يا سيندي بعد الروح بقتلوفة، بقات محبتك متسونة، تايناها بالعفة من دواي الزمان، عندي محروسة خفت عليها من الوسواس، يدخلها كيف السوسة، واليوم اليوم جيتك عروسة، بلا برزة بلا خطة مدروسة، ندفن روحي فيك ونكفنها بوسة، يا سيندي باد الروح طال وطول صيامي، جميل. ورجوعك اليوم عيد عاد لي معاه تبسامي، ودن ودن وقيم الصلاة يا كنت إمامي، بغيت في صلاتي نتخشع، بغيت بغيت نورك في محرابي يسطع، بغيتك بغيتك تهدن في القلب موجات تسونامي، موجات تسونامي، موجات تسونامي. شكرا. موجات تسونامي. وانت والله انك يعني ما شاء الله يعني منحتنا من موجات شعري كموجات تسونامية، الحمام اللي طار بالعشوية. الله يخليك. الحمام اللي طار بالعشوية وتخلي محرابي يبكي وينوح، والكثير من يعني أبدعت في نصوصك، وخاصة هذا الصوت الشجي، يعني أعدتنا إلى الصوت المغربي الجميل في تلحين الأغنية وتلحين الكلمات. هذا صوت مغاربي طبعا، طبعا هذا النوع من الموسيقى ومتواجد في الشرق المغرب فقط، نعم، وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي الجزائر الشقيقة، وفي الـ في وسط تونس. لا أشعر بغربة يعني على المستوى الغنائي، نعم، اللحني. هذا الشجن هو موجود في هذه المنطقة المغاربية. نعم أستاذ، أهديهم وأحييهم أستاذ حفيظ المتوني، يعني أحد المتابعين بلال المدني بقول بالصدفة سمعت ما هو مغربي روعة. وأيضا الأستاذ عبد الناصر لقاح، الدكتور عبد الناصر لقاح الجميل، زميلك طبعا وصديقي العزيز، أيضا يقول راك شاعر مختلف يا صاحبي حفيظ، والإيقاع عندك واعر. يعني لأن الإيقاع واعر، والجميع اللي يتابعون طبعا من الأردن ومن المغرب، والأستاذ عبد المالك أبا تراب يقول يا سلام سلطان الماء، وحسين المشارقة يقول كمان كم حلقة راح نتقن اللهجة المغربية، احنا بدنا نظل نركز عليها حتى نتقنها. غانم أبو ثيلي أيضا يمسي عليك بالخير من الأردن، وشاهر لبطوش أيضا يقول الله الله صح لسانك شاعرنا الزجال المغربي. أيضا الشاعرة سحر أحمد تقول صح لسانك إبداع أخي الشاعر حفيظ، والكثير محمود المجاري والكثير. وبما أنه الأستاذ عبد الناصر لقاح يعني هو توافقت أنا وإياه أيضا في اللحن الواعر بالزاف، اللحن الواعر. أم حسام نفل من العراق تقول تحية طيبة للمغرب وشعبها الغالي، أطواق الياسمين لقلبك شاعرنا المتألق حفيظ المتوني من البصرة من الجنوب العراقي.
الشاعر، الله الشاعر شوف اذا مش المستعان. حملت متابعيك على بساط الريح مزركش بحروف الشعر المغربي. انا سعيد جدا انه لما من المتابعين يعني يندمجوا وينمزجوا ويتواءموا ويتواكبوا مع الضيف. احنا رجعنا على كلمة الواعر، بما انه الاستاذ عبد الناصر يقول والايقاع عندك واعر، فاحنا نود ان نسمع ايقاع صوتك الجميل ايضا في سمفونية اخرى، قصيدة اخرى. يعني نود كالتسونامي التي قبل قليل سمعناها ان نسمع منك ايضا ايقاعا واعر بزاف. من نفس الإيقاع، يعني بنفس الطريقة، من بنفس نفس الايقاع، نعم. الناظرة. شكر لابنتي العزيزة صاحبة الهاتف والتي تساعدني في البحث عن القصائد. تحياتنا لها يا سيدي. وأيضا الشيخ يوسف محمد الهرشي يقول والنعم فيكم أهل المغرب، كل الاحترام والتقدير. بلال المدني يقول اللحن جميل، ذكرني بالطيب الصديقي أناس الغيوان. بالطيب طيب الصديقي صديقي، أناس الله الغيوان يرحمه، الله يرحمه. رحمه الله. ودنا أنت أستاذ حفيظ، عارف شو المطلوب؟ حابين نسمع اللحن بالزجل المغربي كما يعني. من بدايات، يعني من بدايات قصيدة جاءت بعد الأعمال الإرهابية التي ضربت الدار نعم، بس البيضاء. بدنا نسمع الصوت عالي حتى الكل يسمعه. مظبوط. قلت هذه قصيدة جاءت بعد الأحداث الإرهابية التي ضربت مدينة الدار البيضاء، نعم. وهي مهداة ضدا في أمراء الدم والذبح. قصيدة بعنوان مير المحبة، وهي أيضا تحمل عنوان ديواني الأول صادر سنة مير 2007. المحبة، وأكيد بدك تعطيني إياها بصوت غنائي وإيقاع واعر. بغيت أنا نكون مير، نفرق المحبة على الناس، نداوي في جراح الغير ولا تجرح.